بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا شباب. إن شاء الله النهاردة نبدأ الجزء الأولاني في مقرر الكيمياء التناسقية والعناصر الانتقالية. تمام، إن شاء الله. زي ما احنا شايفين على السلايد الأولاني كده مكتوب أول نقطة كيم 321 أند كيم 371، لأن المقرر دوت لطلاب الميجور كيمستري اللي هي كيمياء أساسي يعني، وطلاب الدبل كورس سواء كان نبات كيمياء، مايكرو كيمياء، حيوان كيمياء، ايا كان اللي التخصص بتاع سيادتك. احنا بداية كده ان شاء الله الكورس بتاعنا هيبقى عبارة عن 4 اجزاء. تمام، النهارده زي ما قلت لكم في البداية هو الجزء الاولاني، واحنا ان شاء الله هنمشي كالاتي. كل نهاية كل جزء هناخد مجموعة من الاسئلة، تمام، المهمة. كمان مرة اقول ايه المهمة ان شاء الله، اللي هيجي يا اما منها يا اما شبيهة ليها في الامتحان باذن الله. بعد كل محاضرة او بعد كل جزء بمعنى ادق يعني، هيبقى عندنا حوالي اسبوع على ما ينزل الجزء الثاني. حضرتك هتجهز الاسئله بتاعتك، تكتبها في ورقه، تعمل لها ايه سكرين شوت وتبعتها لي على مجموعه الواتس. هجمع الاسئله وان شاء الله هجاوبكم على كل اسئلتكم او بعض النقاط اللي قد تكون غير واضحه بالنسبه لكم. طبعا انا نسيت اعرفكم بنفسي في البدايه، انا اسف. انا اسمي استاذ دكتور ايمن احمد عبد العزيز، استاذ الكيمياء الغير عضويه بقسم الكيمياء كلية علوم جامعة عين شمس. تمام، طيب ننقل على الايه السلايد الثاني. طبعا المفروض يعني ان احنا كنا في بداية السنة بنعمل تعرف على ايه الكورس بتاعنا. تمام، ايه المتطلبات او ايه المعلومات اللي احنا هندرسها، وايه المتطلبات اللي احنا المفروض علشان نسجل الكورس دوت نكون ناجحين فيها في سنة تانية. طبعا ده يخص ايه كيمياء اساسي مش مزدوجات، لان مزدوجات الكورس ده ملوش متطلب سابق، فيعني هنعديها شوية. وبعد كده المفروض برضو ان احنا بنتكلم على ما يسمى بالاوبجكتيفز، اللي هو ايه الغرض من الايه من الكورس دوت، والمفروض ايه المعلومات اللي توصل لسيادتك في نهاية الكورس. يعني ممكن تقراها، طبعا دي مش موضوع امتحان فما تهمكوش يعني، اعتقد يعني. تمام، ودي ما تسمى المهارات المعرفية برضو، اللي هي المفروض ان حضرتك ايه تكون وصلت لك بنهاية الايه دراستك للمقرر ده. تمام، دي طبعا تقسيمة الدرجات بتاعتنا. المفروض ان احنا عندنا الورقة من 100 درجة، 70 درجة على الجزء النظري اللي هو الامتحان الفاينل يعني، و25 ديجري اللي هم 25 درجة على اعمال السنة، و5 درجات شفوي. طبعا عشان الظروف اللي احنا فيها وعشان احنا في السمر كورس، فمش هنقدر نعمل امتحان ميد تيرم او امتحان اورال اللي هو الشفوي. تمام، فانا هنزل لكم مجموعه من الاسئله، تمام، في شيت سيادتك هتحلها، هتبعتها لي على الميل اللي انا هبعته لكم، او اعتقد ان انا كنت بعته على المجموعه، وبناء عليها ابتدي اقيم الايه الهوم وورك اللي انت خدته دوت، واحط لك عليه درجه اعمال السنه والشفوي. تمام، طيب دي برضو لبعض الناس اللي بتحب تقرا يعني، واعتقد طبعا انتوا في السمر ايه مش هتهتموا بالنقطه ديت، لكن جنرال يعني دي مجموعه من الكتب اللي هي بتتكلم عن الايه كوردينيشن كيمستري، او بعض المراجع اللي ممكن تلاقيها في مكتبه الكليه، او حتى لو انت من النوع اللي بيقرا ومهتم يعني هتلاقيها موجوده فري على الانترنت يعني. تمام، طبعا الطلبه اللي انا بدرس لهم، لان انا كنت بحب انزل الاسئله بتاعتي في صوره ام سي كيو، فاحنا كنا عاملين كتاب للطلاب بتوع مقرر 371 اللي انا بدرسه بقالي تقريبا 3 أو 4 سنين، عبارة عن مجموعة من أسئلة الام سي كيو. بس عشان ما تقلش عليكم طبعا في السمر كورس، هنزل لكم بس بعض جزء من الايه من الاسئلة، ماشي، اللي هتغطي المنهج بتاعنا او هتغطي السمر كورس، وان شاء الله هتنفعكم في الامتحان النهائي باذن الله. طيب نبدأ بإذن الله المحاضرة الأولانية، الجزء الأولاني، هنتكلم على ما يسمى بالكوردينيشن كيمستري أو الكوردينيشن كومباوندز. طيب في البداية المفروض إن احنا يكون عندنا فكرة عن ما يسمى بالتايبس أوف بوندز، أنواع الروابط. فطبعا الروابط في نوع من الروابط بيسموه الأيونيك بوند. الأيونيك بوند ديت كنت درستوها في سنة تانية أو سمعتوا عنها قبل كده، اللي هي بتتكون نتيجة انتقال الكترونات من ميتال إلى نون ميتال. ميتال زي الصوديوم اللي هو الفالنس شيل بتاعه، الميتال الفالنس شيل اللي هو الأوتر موست شيل، آخر مدار في الذرة بيكون فيه أقل من 4 إلكترونات، زي الصوديوم آخرها إلكترون واحد في المدار الأخير. وهذه العناصر اللي بيطلق عليها الميتال بتميل إلى فقد الإلكترونات وتكون كاتايونز، الصوديوم بيفقد الإلكترون وتحول إلى صوديوم أيون. تمام،
الميتال بيفقد الالكترون، بينما لما اضيف عليه نون ميتال زي الكلورين، ايه النون ميتال ده؟ اللي هو الاوتر موست شيل بتاعه بيكون فيه اكتر من 4 فالنس الكترون. الفالنس الكترون دي الالكترونات الموجوده في اخر مستوى اللي بيسموه الاوتر موست شيل. لو بصيت على الاوتر موست شيل بتاع الكلورين هتلاقي فيه 7 الكترون، 1 2 3 4 5 6 7. الكلام ده معناه ايه؟ معناه انه محتاج الكترون عشان يبقى 8 الكترونات ويبقى مور ايه ستيبل. فاللي بيحصل ان الميتال اللي هو الصوديوم في الحاله دي بيفقد الالكترون، يتحول الى صوديوم ايون، يبقى شبه اقرب غاز خامل ليه. كلور يكتسب الالكترون ويتحول الى اقرب غاز شامل ليه اللي هو الارجون 18 الكترون، لان الكلورين فيه 17 الكترون. فلما اكتسب الكترون بقى 18 بقى زي الارجون، يبقى كلورايد ايون. بينما الصوديوم فيه 11 الكترون، لما يفقد الالكترون ويتحول الى صوديوم ايون يبقى شبه الايه النيون اللي هو فيه 10 الكترونات. دي الايونيكي بوند. طبعا دي مش موضوعنا السنه دي، او مش موضوعنا في الكوردينيشن كيمستري، بس مراجعه سريعه كده. النوع الثاني من الروابط اللي هو بيبقى عليه كوفالنت بوند، اللي هي الرابطه التساهميه اللي بيحصل فيها شيرنج اوف الكترون، يعني ذره تجيب الكترون وذره ثانيه تجيب الكترون. زي مثلا المثال اللي قدامنا دي ذره الفلورين، ذره الفلورين دي عندها 7 فالنس الكترون، يعني المستوى الاخير فيه 7 الكترونات تكافؤ. اذا هي ناقصها الكترون عشان تكمل توصل 8. ذره فلورين اخرى برضه ناقصها الكترون، ابتدي يحصل ايه؟ انا ناقصني الكترون وانت ناقصك الكترون، نبتدي نعمل مع بعض شيرنج بالالكترون المفرد اللي عندي، الالكترون المفرد اللي عندك اللي هو في الكترونيه الثانيه. يبقى الاثنين الالكترون دول الفلورين دول بتعتبرهم بتوعها بقى كان حواليها 8، والكلورين الثانيه كمان تعتبر ان حواليها ايه؟ 8 الكترونات، بالاثنين الالكترون بتوع الرابطه دول بقى كان حواليها 8، بقت مود ستيبل. مش شرط ان الرابطه كوفالنت تكون بين ذرتين متشابهتين، زي مثلا ما نبص المثال ده، دي ذره الاكسجين. الاكسجين عندها كام؟ عندها 6 فالنس الكترون لانها في المجموعه السادسه في الجدول الدوري. فنبص هنا ادي 1 2 3 4 5 6. طب ذره الهيدروجين عندها الكترون واحد، تمام. ذره الهيدروجين محتاجه كام الكترون عشان تكمل؟ يقول لي محتاجه الكترون واحد بس عشان تبقى زي ذره الهيليوم. يقوم الالكترون ده بتاع الهيدروجين المفرد يتشارك مع الالكترون بتاع الاكسجين ده، والالكترون المفرد بتاع الاكسجين مع الالكترون المفرد بتاع الهيدروجين، ويكون رابطه بين الاكسجين والهيدروجين، وربط هنا بين الاكسجين والهيدروجين اللي هو عباره عن ايه؟ الووتر ايه؟ مولكيول. ببساطه شديده حصل ايه؟ حصل شيرنج وايكوال شيرنج. يعني ايه ايكوال شيرنج؟ يعني كل ذره تشارك بالالكترون، تمام. النوع الثالث من الروابط هو ما يسمى بكوردينيت كوفالنت بوند او كوردينيت بوند، وده اللي يهمنا لان الكوردينيت بوند دي هتتواجد في كل المركبات اللي احنا ندرسها، اللي هي تندرج تحت الكوردينيشن كومباوند او الجزء اللي هو كوردينيشن كيمستري. طيب الكورنر بوند اللي هي نوع من انواع الرابط التساهميه، بس ايه اللي بيحصل؟ تخيل مثلا انا عندي ذره زي الذره بي دي كده، ابص على الاوتر موست شيل بتاعها اللي هو الفالنس شيل، الاقي فيه 6 الكترونات، تمام. كنا بندرس في السنه اللي فاتت في البوندنج ان الذره عشان تبقى ستيبل لازم يكون الاوتر موست شيل يكون فيه 8 الكترونات اللي هو بيسموها الاوكتترول. يبقى ده معناه ان انا ناقصها 2 الكترون. ابص على الذره ايه؟ الاقي حواليها في الاوتر موست شيل بتاعها 8 الكترونات. فبيحصل ايه؟ ان بيحصل شيرنج بين الذره ايه والذره بي، تمام. يعني 2 الكترون بتوع الذره ايه تتشارك مع الذره بي. لما نبص مثلا على الذره بي بالشكل ده كده، هنبص نلاقي حواليها اصبح حواليها ايه 8 الكترونات، 1 2 3 4 5 6 7 8. وابص على الذره ايه نفس القصه، الاقي حواليها برضه 8 الكترونات، 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 الكترون دول شيرنج بين ايه وبي، يبقى هم شبه كوفالنت ان هم شيرنج، بس مش ايه مش جايين من الذرتين، مش الكترون من ذره والكترون من ذره، لا الاثنين الكترون جايين من ذره واحده، والرابطه دي اللي بنسميها كوردينيت بوند. عندنا مثلا مقارنه بين الكوفالنت العاديه وبين الكوردينيت كوفالنت، زي اللي بين الهيدروجين والهيدروجين. الهيدروجين الاولانيه عندها الكترون والهيدروجين الثانيه برضو عندها الكترون، يحصل ايكوال شيرنج وتتكون رابطه بين الاتش والاتش، دي رابطه كوفالنت عاديه ايكوال شيرنج. انما لو مثلا خدنا الرابطه اللي بتتم بين البروتون، بروتون يعني عباره عن هيدروجين فاقد الكترون، يعني معنى كده ان هو عنده اس اوربيتال ما فيهوش الكترونات، تمام. مع الامونيا لو بصيت على الهيدروجين مع النيتروجين هنا في البوند دي رابطه كوفالنت عاديه، ان مع الاتش الهيدروجين جايب الكترون والنيتروجين جايب الكترون، الرابطه دي برضو ان مع اتش رابطه كوفالنت عاديه، ان مع اتش رابطه كوفالنت. لو بصيت على النيتروجين هنا هلاقي ستيل عندها ايه لون بير غير مشارك، تمام. فاللي يحصل ايه؟ ان النيتروجين تدي اللون بير للاس اوربيتال اللي ظهرت للبروتون دوت، تمام، ويبتدوا يعملوا رابطه من النوع الايه؟ الكوردينيت. يبقى الثلاث روابط اللي موجودين اللي هي الرابطه دي او الرابطه دي او الرابطه ديت هي رابطه من النوع الايه؟ الكوفالنت.
اما الرابطه الرابعه اللي بين النيتروجين والهيدروجين اللي هي جت نتيجه ان النيتروجين شاركه اللون بير اللي عندها مع البروتون، دي رابطه من النوع اللي بيقولوا عليه كوردينيت بوند. ده جنرال بصفه عامه. طيب ننتقل لنقطه اخرى وهي ايه التايبس اوف انورجانيك كومباوندز، انواع المركبات غير العضويه. حط في المعنى دايما ان الانورجانيك كومباوندز بيتميز بوجود كاتايون وانايون، تمام كده. اول نوع من المركبات غير العضويه ما يسمى بالسيمبل سولت، الاملاح البسيطه زي مثلا الصوديوم كلورايد. الاملاح البسيطه تتميز بايه؟ بان انا لما بدوبها في الميه بتتحلل الى الايونات اللي داخله في تركيب الملح. يعني ايه؟ يعني مثلا ما ناخد ملح زي الصوديوم كلورايد اللي هو عباره عن ايون صوديوم مع كلورايد، لما بضيفهم على الميه بيبتدي يحصل ايه؟ ديسوسيشن للصوديوم والكلورايد. الصوديوم تحوط جزيئات من الميه يحصل له هيدريشن، وطبعا الميه هتحوط الصوديوم من ناحيه الاكسجين على اساس ان الصوديوم موجب، وبالتالي بيحصل اتراكشن بين ايون الصوديوم الموجب وبين ذره الاكسجين السالبه في جزيء الميه. بينما الكلورايد ايضا هتحوط جزيئات الميه ولكن من ناحيه الايه؟ الهيدروجين، على اساس ان الكلورايد سالب والهيدروجين هو الموجب. المهم الملخص ان الصوديوم كلورايد لما يدوب في الميه هيحصل ايه؟ ديسوسيشن للايونز الى صوديوم كلورايد. فلو انا خدت محلول الصوديوم كلورايد في الميه وكشفت على ايون الكلورايد باستخدام مثلا سيلفر نيتريت هيديني وايت بريسيبتيت، تمام. ده كده ايه؟ السيمبل سولت، النوع الاولاني من الانورجانيك كومباوند. النوع الثاني من الانورجانيك كومباوند ما يسمى بالدبل سولت. الدبل سولت ده عباره عن ايه؟ ملح يبدو كانه خليط من ملحين. يعني ايه خليط من ملحين؟ يعني هتلاقي فيه نوعين من الكاتايون بالاضافه الى الانايونز، تمام. زي ايه مثلا؟ زي الملح اللي قدامنا دوت اللي بيسموه الشابه او الالومنيوم الم، عباره عن KAL SO4 by 2. هنلاقي فيه البوتاسيوم ده الكاتايون الاولاني، هنلاقي كمان فيه الومنيوم ده الكاتايون الثاني، وهنلاقي كمان فيه انايون اللي هي ايه؟ الصلفيد. اما الميه اللي حواليه دي بيسموها الوتر اوف كريستاليزيشن. في نوع تاني برضو من الايه؟ من الاملاح، او مثال تاني برضو من بيتسمى الدبل سولت. زي الملح ده مثلا عباره عن 2 من البوتاسيوم، هنلاقي فيه كادميوم كده، دول 2 ايه؟ كاتايون، ومعاه اناين اللي هو الصلفيت، والميه طبعا دي اللي هي الوتر اوف ايه؟ اوف كريستاليزيشن. طب ايه الدبل سولت يفرق عن السيمبل سولت في ايه؟ الدبل سولت هو نوع واحد من الكاتايون واناين، تمام. اما ده السيمبل سولت، اما الدبل سولت فيبقى فيه على الاقل نوعين من الكاتايون ومعاهم ايه؟ اناينز. بس بيشتركوا في ايه؟ ان الدبل سولت زي السيمبل سولت، مجرد ما تضيفه في الميه يبتدي يحصل ديسوسيشن للايودات اللي موجوده في تركيب الدبل سولت. يعني مثلا لو انا خدت الدبل سولت الثاني دوت اللي هو فيه بوتاسيوم وفيه كادميوم وفيه صلفيت وضيفته في الميه، هلاقي المحلول بتاع الدبل سولت ده فيه ايونات بوتاسيوم، فيه ايونات كادميوم، فيه ايونات صلفيت. ولو حبيت اكشف عن الصلفيت اللي موجوده في المحلول ده ازاي؟ ان انا اضيف باريوم كلورايد فبيدي راسب ابيض من الباريوم صلفيت. ده في حاله الدبل سولت. يبقى السيمبل سولت يشبه الدبل سولت في الهيدروليسيس اللي هو التحلل المائي، ان الاثنين لما بدوبهم في الميه بيحصل لهم ديكومبوزيشن او ما نقول ديسوسيشن الى الايونات اللي داخله في تركيبهم، ويبقى المحلول يحتوي على الملح بس في صوره ايه؟ فري ايونز. النوع الثالث من الانورجانيك كومباوندز هو ما يسمى بالكوردينيتد كومباوندز او الكومبلكسز، تمام. الكوردينيتد كومباوندز بتتكون غالبا من ايونز من الدي بلوك، يعني غالبا بتلاقي في الكومبلكسز دي بلوك ايه؟ اليمنت. طيب اشمعنى بالذات الدي بلوك اليمنت هي اللي بتكون كومبلكسز؟ ثلاث اسباب. السبب الاولاني ان دي بلوك اليمنت بتتميز بان لها ايه؟ سمولر سايز، طبعا ده ريليتيف ليه؟ للاذر ميتال ايونز اللي في البيريودك تيبل. الحاجه الثانيه انها بتتميز اللي هي برضو الدي بلوك اليمنت بوجود ايه؟ هاي ايونيك تشارج، يعني الشحنه بتبقى عليها كبيره. الحاجه الثالثه طبعا اللي موجوده في الدي بلوك اليمنت هي وجود ايه؟ الدي اوربيتالز، ودي بتسمح بتكوين الكوردينيت بوندس زي ما نتكلم قدام شويه. طيب لما اجي ايه اشوف مثال مثلا للكومبلكس مثلا زي المركب اللي قدامنا دوت، ده عباره عن ايه؟ كوبالت. الكوبالت دوت عباره عن ايه؟ عباره عن الميتال، والكوبالت طبعا ده احد عناصر الدي بلوك اليمنت، محاط بما يسمى بايه؟ بالليجندس. الرابطة الليجند هنا هي الأمونيا، والرابطة اللي بين الأمونيا وبين الكوبالت هي رابطة من النوع إيه؟ الكورنيت، اللي بيتم من خلال اللون بير اللي موجود على الأمونيا. طيب إيه اللي بره القوسين دول؟ الكومبلكس هو اللي جوه القوسين دول اللي عليه تشارج زي ما إحنا عارفين كده إيه؟ بلس 3. بلس 3 ديت هي التشارج اللي موجودة على الكومبلكس. إنما إيه اللي خارج الكومبلكس دوت؟ اللي خارج الكومبلكس ده بيسموه إيه؟ كاونتر أيون. يعني يبان كأن المركب عندي شقين، شق موجب اللي هو الجزء اللي بين القوسين ده اللي هو الكومبلكس اللي عليه بلس 3، وشق سالب اللي هو خارج الكومبلكس اللي هو الكلورايد دوت اللي بنسميه ايه؟ الكاونتر ايون، تمام. ف
فدايما اللي هنلاحظ ان الكومبليكس عباره عن ايه، عباره عن جزء بالشكل ده كده، عباره عن ميتال حواليه ما يسمى بايه بالليجند وعليه تشارج، وخارجه ما يسمى ايه بالكاونتر ايون. طب هل كل الكومبليكسز فيها ايه بتكون موجب والكاونتر ايون سالب؟ لا، ممكن يبقى العكس، ممكن يكون الكومبليكس اللي هو الجزء دوت هو السالب، ويكون اللي هو السالب ويكون الكاونتر ايون اللي هو الناحيه الثانيه هو الايه الموجب. هنشوف ايه عده امثله توضح لنا الكلام دوت. مركب مثلا زي ده برضو، ده عباره عن ايه، عباره عن ايون فيرس، ده دي بلوك اليمنت محاط بالووتر، تمام. احنا عارفين ان الووتر عليها ايه لون بير على ذره الاكسجين، فعامله كوردينيت بوند مع ذره الايرن، تمام. ودي التشارج اللي موجوده على الكومبلكس، فالجزء ده كده كله كده على بعضه اللي هو الايرن بالايه بالست جزيئات ميه، هو دوت اللي بنقول عليه الكومبلكس. اما الصلفيت اللي بره فهي تعتبر بالنسبه لي الكاونتر ايون. طيب لما نيجي نتكلم على اي كومبلكس جنرالي كده بيتكون من ايه، تمام، هنلاقي ان تعريف الكومبلكس ان هو عباره عن سنترال ميتال اتوم سراوندد باي ا نمبر اوف ليجندز فيا كوردينيت بوندز ان اسيرتن جيومتري. يعني ايه؟ يعني الكومبلكس ببساطه شديده عباره عن ميتال محاط بعدد من الليجند، تمام، من خلال روابط من الروابط النوع التناسقي في ايه، في شكل هندسي معين. طيب يبقى الكومبلكس عباره عن ايه بصفه عامه؟ هنلاقي ان الكومبلكس بصفه عامه عباره عن ايه، ميتال، تمام، الميتال ده محاط بايه، محاط بعدد من الليجندز 2 3 4 5 6 ايا كانوا. طب ايه اللي مكتوب تحت ده؟ انواع الليجند. الليجند اللي اما تكون شايله نيجاتيف تشارج اللي هي نيجاتيف ليجند بنقول عليها انيونيك زي فلورايد كلورايد اند سو اون، او تكون ايه نيوترال زي الميه زي الامونيا عليها لون بيرز، تمام كده. يبقى الكومبلكس عباره عن ميتال محاط بعدد من الليجند ان سيرتن جيومتري بشكل هندسي معين، تمام. ممكن يكون تيترا هيدرال، ممكن يكون اكتا هيدرال، ممكن يكون سكوير بلانر، وطبعا بيظهر على الكومبلكس ايه تشارج كده فوق. وطبعا زي ما اتفقنا الكومبلكس ده اللي بيبقى مكتوب ايه بين القوسين دول كده. طيب ناخد مثلا مثال زي ده كده، الكومبلكس ده فين الميتال؟ الميتال هو الكوبالت اللي هو السنترال اتوم. فين الليجند؟ الليجند اللي هي الايه الامونيا. طب عدد الليجند كام؟ عدد الليجند 6، تمام، اللي هيكون ما يسمى بعد كده ايه بالكورنيشن كومباوند. بس عايزين نتفق على حاجه، ان الكوبالت بالليجند او الميتال بالليجند اللي حواليه بيسمى مع بعض ايه كورنيشن ايه سفير. طيب ناخد بقى عدة أمثلة كده، مثلا المثال اللي قدامنا ده، ده كبر، ده الميتال بتاعي حواليه 4 من الكلورايد ليجند، يبقى ده كده كومبليكس أخد شكل إيه التتراهيدرال. طيب الكومبليكس اللي جنبي دوت، ده الميتال بتاعي هو البلاتينم محاط بأربعة من الكلورايد بس أخد شكل إيه سكوير بلانر. طب ده الكومبليكس ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن كوبالت حواليه كام ليجند؟ واحد اتنين، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، هو طبعا مش لازم الليجند يكونوا شبه بعض بس حواليه ستة ليجند فاخد شكل الاوكتا هيدرال. فلما اراجع تعريف الكومبليكس الاقي عبارة عن ايه، ميتال ايون، ادي الميتال ايون اللي هو هنا الكبر، اللي هو هنا البلاتينم، اللي هو هنا ايه الكوبالت، تمام، محاط بايه بعدد من الليجند، هنا محاط باربعة ليجند، هنا في اربعة كلورايد، هنا في البلاتينم محاط باربعة ايه كلورايد، ورغم ان الاثنين محاوطين باربعه كلورايد بس ده اخر جيومتري تيترا هيدرال، تمام، اللي هو الهرم رباعي الوجه، بينما ده اخر شكل الايه السكوير بلانر، تمام. ابص على الليجند الاخير دوت، الكومبلكس الاخير اسف، اللي هي عباره عن كوبالت محاط بسته ليجند، اربعه من الامونيا اتنين من الكلورايد، يعني ده محاط في الاخر بستة اي ليجند فارموجلد ليجند بالرمز ال، عشان كده هو اخد شكل الايه الاوكتا هيدرال. يبقى الكومبلكس عباره عن ميتال سراوندد باي ا نمبر اوف ليجندز ثرو ا كوردينيت بوند، يعني الرابط اللي بين الميتال والليجند رابط من نوع كوردينيت ان اسيرتن جيومتري. طيب عايزين نشوف ايه اللي هيحصل للكومبلكس لما ندوبه في الميه، يعني نعمل له عمليه ايه هيدروليسيس. عندي مثلا كومبليكس زي اللي قدامي بالشكل ده كده، اللي هو عباره عن ايه كوبالت حواليه 6 امونيا وفي في الخارج ايه كلورايد. طبعا الكومبليكس هو ايه الكوبالت اللي حواليه 6 امونيا، والسوليد اللي تحت دي معنى كده ان انا مستخدم باودر حطيت عليه ميه عشان ذوبه. لاحظنا ايه؟ لاحظنا ان المركب دوت ما حصلوش كومبليت ديسوسيشن. امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان المركب انقسم الى جزئين، الكاتاينز مع بعضه اللي هو الكومبليكس والانايون اللي هي الكاونتر ايون. فلو انا جيت خدت السوليوشن بتاع الكومبلكس ده وحبيت اكشف على الكلورايد، ازاي اكشف على الكلورايد؟ اضيف شويه اكسس من السيلفر نيتريت هيديني رياسب ابيض. ليه؟ لان الكلورايد مش ليجن، مش داخل في تركيب الكومبلكس، ده كاونتر ايون فموجود في صوره ايونز، فاي ايونز موجوده تكشف عليها يديك التست بتاعها.
انما لو خدت المركب الجزء الثاني من المركب اللي هو كان فيه كوبالت تمام ومعاه امونيا، وحبيت اعمل تيست للامونيا او اعمل تيست للكوبالت، هيديني نيجاتيف. ليه؟ لان الكوبالت مش متأين، ما انفصلش، ولا الامونيا انفصلت. يبقى اللي بيفرق الكومبليكس في الهيدروليسيس عن الدبل سولت عن السيمبل سولت، ان الكومبليكس ما بيحصلوش ديسوسيشن، يعني بيظل وحده واحده متماسكه. امال ايه اللي بيتفكك؟ هو الكاونتر ايون بس. فبالتالي الكومبليكس، احترفوا ان انا كويس قوي المعلومه ديت، ان لما احب اكشف على سوليوشن بتاع كومبليكس، التيست اللي هيدي هو بتاع الكاونتر ايون مش بتاع الكومبليكس نفسه. طيب زي ما احنا شايفين كده، هو ده نفس المثال اللي فات بس مرسوم بطريقه اخرى. ادي الكومبليكس بتاعي، كوبالت حوالي 6 امونيا، وادي 3 كلور اللي بره، حطيت عليه ميه. مين اللي اتفكك؟ هو ايونات الكلورايد، هي ديت اللي اقدر اكشف عليها لانها ايونات ايونايزابل. اما الكوبالت مع الامونيا ستيل زي ما هم، ما حصلهمش اي ديسوسيشن. فلو حبيت اكشف على الكوبالت او على الامونيا، يبقى التست بتاعي ايه؟ اديني نيجاتيف. مش معناه انه مش موجود، بس عشان الكوبالت مش متأين والامونيا شرحه مش متأينه، فبالتالي مش هيديني ايه؟ تيست ايجابي لا للكوبالت ولا للامونيا. طيب برضو ده مثال تاني تمام، بس انا حبيت ادي مثال عكسي. هنا الكاونتر ايون بقى هو الايه؟ البوتاسيوم، هو اللي بره يبقى هو الموجب، بينما ايه؟ الكومبليكس هو الجزء الايه؟ النيجاتيف في الايه؟ في المركب. فالكومبليكس ده لو خدته عملت له ايه؟ ديسوسيشن عن طريق ان انا ادوبه في الميه، يعني عملت له هيدروليسيس، هلاقي يتحلل او يتفكك الى ايونات بوتاسيوم، والجزء بتاع الايرون مع الساينايد اللي هو الكومبليكس هيظل كما هو. فلو حبيت اكشف عن البوتاسيوم في المحلول بتاع الكومبليكس ده هيدي بوزيتيف، تيست ايجابي. انما لو حبيت اكشف عن الايرون مش هيديني اي ايه؟ نتيجه ايجابيه تمام، بالعكس هيديني نيجاتيف. وده ما يعنيش ان الايرون مش موجود، ولكن يعني ان الايرون موجود ولكن مرتبط بماده اخرى اللي هي هنا ايون الساينايد، اللي تمثل ايه؟ الليجند، لان الايرون هيمثل الميتال والساينايد هتمثل الليجند. طيب دي مقارنه ما بين الايه؟ الدبل سولت والايه؟ والكومبلكس زي ما اتفقنا. ده مثلا مركب اسمه ايه؟ امونيوم فيرس سلفيت، في ايونات امونيوم وفي ايونات فيرس وفي ايونات سلفيت، يعني في اتنين كاتاين، يبقى ده دبل سولت. لو حطيته في الميه ابص الاقيه تحلل الى ايونات امونيوم، ايونات فيرس، وايونات ايه؟ سلفيت. لو انا كشفت عن الامونيوم في محلول الدبل سولت هيديني بوزيتيف، كشفت عن ايون الفيرس هيديني بوزيتيف، كشفت عن ايون السلفيت بتجربه من التجارب اللي بناخدها في المعمل هتبقى برضو يديني بوزيتيف تمام، لان الدبل سولت بيحصل له ايه؟ كومبليت ديسوسيشن. بينما لو خدت الكومبليكس ده اللي هو عباره عن ايرون ومعاه ساينايد وحطيته في الميه هيدوب، انما مش هيتأين. هيدوب ليه؟ لان ايونات جزيئات الميه هتعمل له هيدريشن تمام كده. وطبعا انا كاتب الكومبليكس بس شايل الكاونتر ايون، لان لو بصينا على الكومبليكس ده اللي هو الموجود في السلايد اللي فات تمام، بس انا مركز على الكومبليكس عشان اقول ان الكومبليكس مش هيتأين، يعني الايرون مش هينفصل على الساينايد. فبالتالي لما تحب تعمل تيست للفيرس او للساينايد اللي موجودين في الكومبليكس ده هتبقى النتيجه ايه؟ نيجاتيف. وده الفرق بين الدبل سولت والكومبليكس، ان الدبل سولت بيحصل له كومبليت ديسوسيشن او ايونيزيشن ان ووتر، انما الكومبليكس ما بيحصلوش ايه؟ ديسوسيشن انتو ايه؟ كورسبوندنج ايونز. طيب عايزين نعرف برضو تعريف تاني كده، يعني ايه كلمه هوموليبتيك كومبليكس وهيتيروليبتيك كومبليكس؟ ببساطه شديده نبص للمثالين دول. هنا الكوبالت حواليه ايه؟ 6 من الليجند وال 6 امونيا، يعني كل الليجند نفس النوع، ده اللي يسموه ايه؟ هوموليبتيك، لان هومو معناها سيميلر تمام. نبص على الكومبليكس التاني برضو، الميتال هو كوبالت حواليه امونيا امونيا امونيا، بس فيه 2 ليجند كلور، يعني معنى كده ان حواليه نوعين من الليجند امونيا وكلور، ده يسموه هيتيروليبتيك كومبليكس. يبقى الهوموليبتيك لما تكون كل الليجند نفس النوع، اقول عليه هوموليبتيك كومبليكس. هيتيروليبتيك لما يكون في انواع مختلفه من الليجند. طيب الكومبليكس فورميشن، احنا زي ما اتفقنا تعريف الكومبليكس عباره عن ايه؟ قلت لكم عباره عن ميتال بحاط بعدين من الليجند. فعايزين نعرف يعني ايه كلمه ليجند. الليجند زي ما اتفقنا هو اللي مسؤول عن تكوين الكوردينيت بوند، يعني هو اللي المفروض هيدي زوج من الالكترونات للميتال عشان يعمل ايه؟ الكوردينيت بوند. يبقى لازم الليجند يكون فيه شرط، لما يكون نيجاتيف عليه شحنه سالبه، يعني عنده الكترونات اكسس، فبالتالي يستطيع انه يمنح الميتال الكترونات ويعمل معاه كوردينيت بوند، او يكون من النوع النيوترال عليه لون بير عشان يدي اللون بير للميتال وبرضه يعمل الكوردينيت بوند. عشان كده لما نقرا تعريف الليجند يقول له عباره عن ايه؟ هو بيكون لا اما نيوترال ايه؟ مولكيول، لا اما انايون، وهي دي الحاجتين، انايون عشان عليه شحنه سالبه فيستطيع انه يدي الكترونات. هافينج ات ليست لازم يمتلك على الاقل لون بير، زوج من الالكترونات، مش يمتلك الكترون زياده، لازم زوج من الالكترونات، لان هو بيدي الميتال ازواج عشان يعمل رابطه من النوع كوردينيت.
تمام، باي ويتش ات كورنيت ا فيكنت اوربيتال ان سنتر الاتوم. يعني لازم يكون عنده لون بير يستطيع انه يعمل بيه ايه ربطه كورنيت في المدار الفاضي اللي موجود في الميدل. ده ايه تعريف الليجند. طيب انواع الليجند، تمام، ابتدوا يعملوا كلاسيفيكيشن لانواع الليجند حسب ايه. الليجند بيدي كام لون بير للميتال؟ يعني ايه؟ يعني الليجند اللي بيدي لون بير واحد للميتال بيدي لون بير واحد بس للميتال. يعني بيعمل كام رابطه على الميتال؟ يعني بيعمل رابطه واحده بس، يسموهم مونودنتيت. طب الليجند اللي بيدي اتنين لون بير، يعني ايه اتنين لون بير؟ يعني مدي اربع الكترونات، مدي اربع الكترونات بس احنا هنتعامل بلغه اللون بير. مدي اتنين لون بير يعني يقدر يدي ايه، يعمل كام رابطه؟ يعمل رابطتين يسموه باي دنتيت. اند سو اون، يدي ثلاثه لون بير يسموه تراي دنتيت، يدي اربعه لون بير يسميه تترا دنتيت، يدي سته لون بير يسموه هيكسا دنتيت. تمام. وبصفه عامه اي حاجه بتدي اكتر من لون بير، يعني من اتنين ثلاثه اربعه خمسه سته واند سو اون، يسموها ايه؟ بولي دنتيت. تمام، اللي هي بتدي اكتر من اتنين لون بير. تمام كده. والليجند اللي بتدي اكتر من اتنين لون بير بيسموها ايه؟ بيسموها كليتنج ليجندز. طيب نبص مثلا على الامثله اللي عندي دي. هنا عندي الميه، الميه عليها دي ايه؟ عليها اتنين لون بير، هي اكسجين واكسجين، بس الميه الحقيقه ما بتديش غير لون بير واحد بس، ما بتديش الاثنين. تمام. طب الميه دي متصنفه من نوع ايه؟ من نوع النيوترال ليجند، ومن نوع ايه كمان؟ من نوع المونودنتيت، لانها ما بتعملش غير رابطه واحده بس. الامونيا نفس القصه، عليها لون بير على النيتروجين، فمتصنفه ايه؟ مونودنتيت. الكلورايد، الكلورايد هي الكلور في المجموعه السبعه، فالمفروض ان عندها سبعه فيلن. ده كلورايد، كلورايد يعني سيلي نيجاتيف، يعني كسبان الكترون، عشان كده هنبص عليها حوالي 8 الكترونات، تستطيع انها تدي لون بير واحد بس، تبقى ايه؟ مونودنتيت اند سو اون. تمام. طيب ناخد امثله للبايدنتيت. تمام. البايدنتيت مثلا الليجند اللي قدامنا ده، ده اللي هو ايه؟ ده كده، ده اسمه ايه؟ ايثيلين داي امين. هنا في ان عليها لون بير، يقدر يعمل ايه؟ يدي اللون بير ده ويعمل رابطه، ويقدر يدي اللون بير ده ويعمل رابطه، يبقى ده من نوع ايه؟ البايدنتيت. بيعمل كام رابطه؟ بيعمل رابطتين. عشان بيدي كام لون بير؟ بيدي اتنين لون بير. طالما بيدي اكتر من وان لون بير اقدر اصنفه برده حاجه تحت اسم ايه؟ كليتنج ليجنز. طيب نبص على ايه؟ الايون ده، ده ايون ايه يا اولاد؟ ده ايون الاوكزاليت. تمام. ايون الاوكزاليت في دبل بوند او، او نيجاتيف، في دبل بوند او، او نيجاتيف. الاكسجين هنا نيجاتيف تقدر تعمل بوند، الاكسجين هنا نيجاتيف تقدر تعمل ايه؟ بوند. تمام. يبقى ده باي دنتيت. طب ده ايه اللي انا سيبته للاخر؟ ده ايون الايه؟ الجلايسينيت. الجلايسينيت هنا في لون بير على النيتروجين، مجموعه الكربوكسيليت بتاعت الجلايسين هنا جلايسينيت، يعني فقد الهيدروجين، مش جلايسين، جلايسينيت، عليها نيجاتيف، تقدر تدي لون بير من هنا ولون بير من هنا، تبقى برضه باي دنتيت. الثلاثه دول مصنفين ان هم ايه؟ باي دنتيت، لان كل واحد من دول بيدي اتنين لون بير. ممكن برضه نقول عليهم اسم تاني، كليتنج ليجند. الليجند ده برضه من الحاجات المهمه اللي ممكن تكونوا شفتوه في العملي، اللي هو ما يسمى بالإيديتا، او جاي تدرسوه في سنه رابعه في العمل ان شاء الله، ما يسمى بالإيديتا. ايه الإيديتا دوت؟ الإيديتا ده اختصار كلمه ايثيلين. تمام. ادي مجموعه الايثيلين، وهنا ان، وهنا ان، يبقى اسمه ايه؟ ايثيلين داي امين. والمجموعه دي كده على بعضها هي مجموعه ايه؟ مجموعه اسيتيت. متكرره كام مره مجموعه الاسيتيت؟ متكرره اربع مرات اهم، مجموعه الاسيتيت، ادي مجموعه الاسيتيت، عشان كده بيسموه ايه؟ ايثيلين داي امين تترا اسيتيت، تترا اسيتيك اسيد. تمام. او تترا اسيتيت. تمام. ايثيلين داي امين تترا اسيتيت. ايه دي؟ ايثيلين اي داي امين دي تترا تي اسيتيت، اخر منها الرمز ايه؟ ولو بصيت عليه الاقي ادي النيتروجين عليه لون بير، وادي النيتروجين عليه لون بير، يبقى كده ادي رابطتين. كل مجموعه اسيتيت الاكسجين هنا عليها نيجاتيف تعمل رابطه، اكسجين هنا عليها نيجاتيف تعمل رابطه، اكسجين هنا عليها نيجاتيف تعمل رابطه، اكسجين هنا عليها نيجاتيف تعمل رابطه، ادي اربع روابط. والرابطتين بتوع اللون بير اللي على النيتروجين هنا والنيتروجين هنا، يبقى دول سته، يبقى ده اسمه هيكسادينتيت، ثلاثي الاعطاء، وبرده اسمه الجنرال كليتنج ليجن. كده المفروض المحاضرة الأولانية خلصت، كانت شوية تعريفات. نخش على المحاضرة إيه التانية، برضو إن شاء الله بسيطة. هتتكلم على إيه بقى في البداية اللي إحنا انتهينا عليه المرة اللي فاتت، اللي هو إيه؟ يعني إيه كلمة كليت، ويعني إيه كليتنج ليجند؟ إحنا اتفقنا إن كليتنج ليجند ده هو إيه يا شباب؟ هو اللي يكون بيدي أكتر من وان لون بير، يعني بيعمل أكتر من رابطة، من أول بايدنتيت وترايدنتيت وتترادنتيت وبنتادنتيت وهكسادنتيت أند سو أون. تمام؟ طيب نبص مثلا على المثال اللي عندنا ده. الجزء دوت اللي عندي ده طبعا هو المتر، مش مشكله. تمام كده. طب فين الليجند؟ الليجند اهو. ايه الليجند ده اللي انا رسمه دوت؟ الليجند ده اللي هو الايثيلين، ادي مجموعه الايثيلين داي امين. لما نرجع للمحاضره او الجزء بتاع المحاضره اللي فاتت اللي هو فيه الباي دنتيت ليجند، هنلاقي الايثيلين داي امين كان فيه اتش 2، فيه اتش 2، فين ان اتش 2؟ هنا في ان اتش 2، ان اتش دي عليها لون بير عامله رابطه كوردينيت اهي.
تمام، واللي ان دي عليها لون بير عامله رابطه كورني تاي، تمام. طب الليجند ده، الليجند ده عامل كام رابطه؟ رابطتين، عشان كده بيسموه ايه؟ بيسموه بايدنتيت ليجند. طب المركب كله على بعضه كده يسموه كومبليكس؟ يقول لي لا، المركب في الحاله ديت لما يكون الليجند اللي موجوده من نوع اللي هي بوليدنتيت، اللي هي بتعمل اكتر من رابطه، يسموه كومبليكس كليت. كليت دي اللي هي مركب مخلبي. ليه مخلبي؟ لان الليجند في الحاله ديت بيسموه كليتنج ليجند، يعني ليجند مخلبي، يعني ليه اكتر من دراع، تمام كده. يعني الليجند هنا اللي هو الايثيلين ده يمين ده، تمام كده يا شباب، ليه دراعين اللي هو الان اتش 2 هنا والان اتش 2 هنا. فالمركب ده ما يسموش كومبليكس، يسموه كليت. يبقى امتى اقول الكومبليكس كليت؟ لو كانت الليجند اللي موجوده من النوع الايه؟ البوليدنتيت. ولو كانت الليجند اللي موجوده من النوع الايه؟ البوليدنتيت، تمام. يبقى المركب بتاعي اسمه ايه؟ اسمه كليت، والليجند اسمه ايه؟ كليتنج ايه؟ ليجند، تمام. برضه شايفين المركب ده مثلا ده ايون الكبر. طب ايه اللي حواليه دوت؟ اللي حواليه ده الايديتا. فاكرين الايديتا كانت عباره عن ايه؟ كانت اسمها ايثيلين. ادي الايثيلين هنا، بس احنا عاملينها بخط احمر كده، اللي هي هنا اللي رابطه من الان والان، داي امين. والهنا دي كده المجموعه دي كده اللي هي ماشيه من هنا، يعني من هنا لهنا كده، ده كده مجموعه الايه؟ الايثيلين. ارجع للمحاضره الاولانيه واتفرج على شكل الايثيلين داي امين تترا اسيتيل، تمام. وادي الان وان الان، ادي الداي امين، وكل ان من دي خارج منها مجموعه اسيتيل بتنتهي باكسجين. ادي الان عامله رابطه، وادي الان عامله رابطه، وكل واحده من الاكسجين الاربعه عامله ايه؟ رابطه مع الكبر، تمام. يبقى المركب ده كده كله على بعضه، او واضح كده في الرسم الجانبي دوت بالتفصيل اكتر. ادي سي اتش 2 وادي سي اتش 2، وادي الان وادي الان، وبعدين كل ان من دي خارج منها سي اتش 2 سي دبل بوند او، وادي او نيجاتيف اللي عامله رابطه مع الميتال هي الاو نيجاتيف، تمام. المركب ده برضو ايه؟ الروابط اللي فيه من انهي نوع؟ روابط كورنيت، مفيش مشكله. فين الميتال؟ الميتال هو الكبر. طب الليجند اللي موجود من انهي نوع؟ ده من نوع الهكسادنتيت، يبقى ده كليتنج ليجند. يبقى المركب كله على بعضه اسمه ايه؟ كبر اديتا كليت، مش كبر اديتا كومبلكس. عفوا. من اشهر طبعا المركبات اللي موجوده في الطبيعه اللي بيسموها كليت، اللي هي عباره عن نوع من انواع الكومبلكس، بيكون فيه الليجند من النوع الايه؟ البوليدنتيت، هو مركب الهيموجلوبين ومركب الكلوروفيل. طبعا الهيموجلوبين اللي بيدي الدم اللون الاحمر، الكلوروفيل اللي بيدي النباتات اللون الاخضر، اللي بيدي اوراق النباتات اللون الاخضر. لو بصينا على الايه؟ على المركبين دول، هنلاقي الفرق بين الاثنين ببساطه شديده، ان هنا في حاله الكلوروفيل الميتال هو المغنيسيوم، في حاله الهيموجلوبين الميتال هو الايرون. لكن لو بصيت في الحالتين هلاقي ان الليجند واحد من النوع الايه؟ البوليدنتيت، وبالتحديد اكثر من نوع التترادنتيت اللي هو رباعي الاعطاء، اللي هو مدي اربعه لون بير، اللي عامل اربع روابط، اللي هو هنا النيتروجين مثلا، وهنا برضو ايه؟ في تحت كده في نيتروجين ثانيه، ادي النيتروجين الثالثه، وادي النيتروجين الرابعه. الليجند ده على فكره اسم الكومن بتاعه واسم الشهره بتاعه بيسموه ايه؟ بيسموه البورفرين، تمام. الاثنين ليجند شبه بعض بالظبط، بس اختلاف الايه؟ الميتال غير ايه؟ الكومبلكس، وبالتالي غير الايه؟ البروباتس بتاعته. ده بيدي لون لاوراق النباتات، بينما ده الصبغه الحمراء اللي هو الهيموجلوبين اللي موجوده فين؟ في دم الانسان. طيب بالسلايد اللي بعد كده بيتكلم جنرال ايه عن الفرق بين الايه؟ كومبليكس الايه؟ والكليت، اللي هو الكلام اللي انا شرحته، تقدر تقراه براحتك كده في الايه؟ في البي دي اف، مش مشكله. نتكلم بقى على نوع من الليجند بيسموه ايه؟ امبيدنتيت ليجند. ايه الامبيدنتيت ليجند ده؟ ببساطه شديده، التعريفات يا اولاد ما تهمنيش، افهم، لان الاسئله هتيجي معتمده على الفهم. انا مثلا عندي ليجند اسمه مجموعه الايه؟ النيترو. النيترو دي رمزها ايه؟ النيترو دي رمزها ان او 2، زي ما احنا ايه كاتبينها كده، مجموعه النيترو رمزها ان او 2 وطبعا عليها نيجاتيف، اذا دي ايه؟ اذا دي ايون سالب، يبقى تنفع ليجند. طيب النيترو لما بتيجي تعمل ايه؟ روابط مع الميتال، عندها احتمالين، يا اما تستخدم النيتروجين وتعمل رابطه مع الميتال، في الحاله دي بنسميها نيتريتو ان، تمام؟ يعني هي عملت رابطه من خلال النيتروجين. لما النيترو تعمل رابطه من خلال الاكسجين، في الحاله دي بنسميها نيتريتو او. كلمه نيتريتو ده اسم الليجند اللي هو النيترو، تمام كده؟ اما هو يكون ليجند ما بقولش عليه نيترو، بقول عليه نيتريتو، تمام؟ لو مجموعه النيترو دي اللي هي النيتريتو كاسم شبكت بالنيتروجين، اقول عليها ايه؟ نيتريتو ان. لو شبكت من الاكسجين، يعني عملت رابطه مع الميتال اكسجين، اقول لها نيتريتو او. يبقى ده معناه ان الليجند ده عنده قدره، هو نفس الليجند بس ممكن يرتبط من خلال ذرتين مختلفتين. الليجند ده هم اللي بيسموهم امبيدنتيت. طب في حاجه امبيدنتيت ليجند تاني ممكن تمر عليا يقول لي اه؟ يقول لي ايون الفيسيونيت. ايون الفيسيونيت اللي هو ايه؟ الايون الفيسيونيت اللي هو ايه؟ اللي هو اف سي
ان نيجاتيف، ده برضو ايه نيجاتيف ليجند، يعني ينفع ليجند انيونيك ليجند. تمام، ممكن مجموعه السيسيونيت لما تشبك من الايه من ناحيه السلفر تعمل رابطه من السلفر، في الحاله دي بسميها سيسيونيتو اس، او ساعات تربط منين من نيتروجين بيسموها سيسيونيتو ان. يبقى مجموعه السيسيونيت دي ممكن تعمل رابطه من خلال ذره النيتروجين مع الميتال، او تعمل رابطه من خلال ذره الايه السلفر مع الميتال. يبقى الليجند اللي بيقدر يستطيع ان هو نفس الليجند بس عنده ذرتين يستطيع ان هو يرتبط بيهم بالميتال، هو ده اللي بيسميه امبيدنتيت ليجند. ودوت عشان نكبر نافوخنا كده ونريح دماغنا، هيكون حاجه من حاجتين، يا مجموعه نيترو يا مجموعه ايه سيسيانيت، دول اللي هيمروا علينا تقريبا طول الكورس. طبعا في مجموعات تانيه بس احنا هنركز على ايه المجموعتين دول، او هم دول هيبقوا محل دراستنا. طيب عايزين نعرف برضو يعني ايه coordination number. بيقول لي coordination number اللي هو الرقم التناسقي هو number of ايه of bonds between metal and ligand، بيقول عدد الروابط مش عدد الليجند، بيقول عدد الروابط اللي بين الميتال والليجند مش عدد الليجند اللي حوالين الميتال، خد بالي من التعريف. بيقول لي coordination number هو ايه، هو عدد الايه number of bonds between metal and ligand. طب هو number of bonds هو ايه، هو عدد اللومبير اللي مرتبطه بالميتال، مش كده ولا ايه؟ يعني لو انا عندي كومبليكس الميتال محاط بست روابط، يبقى ده معناه الكورنيشن نمبر كام؟ يقول لي الكورنيشن نمبر 6. طب هو اصلا الست رابط دول جم منين؟ جم من 6 لومبير جايين من الليجند، يبقى عدد الروابط هو نفسه عدد اللومبير. طيب لو انا افترضت ان الكورنيشن نمبر اللي موجود في الكومبلكس 4 معناه ايه؟ الكورنيشن نمبر 4 افكر كده، يبقى حسب التعريف يبقى ده معناه ان الميتال مرتبط باربع روابط. يبقى في كام لومبير داخلين في الرابط؟ يبقى في 4 لومبير، عشان كده الكورنيشن نمبر مفتول عليه النمبر اوف لومبير في بوند تو ذا ميتال، عدد اللومبير المرتبطه بالميتال او عدد البوند اللي بين الميتال والايه والليجند. طيب الكورنيشن نمبر ده فائدته ايه؟ يعني بندرسه ليه؟ الكورنيشن نمبر ده فائدته ببساطه شديده ان انا ممكن منه اعرف الجيومتري بتاعت المركب. اتفقنا ان تعريف الكومبلكس عباره عن ميتال سراوندد باي ا نمبر اوف ليجندز ان سيرتن جيومتري، ميتال محاط بعدد من الليجند بشكل هندسي معين. كنا خدنا حتى بعض الامثله، كان منها الكبر والبلاتينم، فشفنا ان الكبر حواليه 4 كلور وكان اخد شكل تتراهيدرال، كان في حواليه 4 روابط مع الكلور واخد شكل تتراهيدرال. كان في مثال تاني كان بلاتينم حواليه 4 كلور وكانوا 4 بوند وكان اخد شكل سكوير بلانر. طب بنعرف بقى منين الجيومتري، هل هو تتراهيدرال ولا سكوير بلانر؟ بنعرفها من الكورنيشن نمبر. الكورنيشن نمبر بيقول لي لو 2 يبقى الكومبلكس بتاعي شكله لينير، الميتال موجود في النص بالشكل ده كده، وفي رابطه يمين بقول رابطه مش بقول ليجند، اللي من تعريف الكورنيشن نمبر عدد الرابط، ورابطه شمال، يبقى الكومبلكس بتاعي بالشكل دوت شكله ايه لينير، زي مثلا ايه زي السيلفر اللي محاط باتنين من الامونيا. السيلفر في المركز حواليه امونيا عامله رابطه يمين، عامله رابطه مش بقول امونيا يمين وعامله رابطه يسار، يبقى المركب بتاعي ايه جيومتري الكورنيشن نمبر 2 عشان في رابطتين حوالين السيلفر، يبقى الجيومتري بتاعته لينير. طب لو الكورنيشن نمبر بتاعي 3، يعني ايه كورنيشن نمبر 3؟ يعني الميتال محاط بثلاث روابط، تمام، يعني في 3 لون بيرز عاملين 3 بوند مع الميتال، يبقى الجيومتري بتاعتي ترايجونال باي بيراميد. طيب لو الكورنيشن نمبر 4، يعني ايه كورنيشن نمبر 4؟ يعني الميتال في المركز حواليه 4 روابط. في احتمالين بقى، يا اما المركب بتاعي يبقى تتراهيدرال زي المثال بتاع الكبر اللي اتكلمنا عليه قبل كده. وعايزكم تلاحظوا حاجه ان الكومبلكس هنا عليه في حاله الكبر ماينس 2، تمام، وهنا برضو الكومبلكس في حاله البلاتينم ماينس 2، تمام. الاشاره دي بنعرفها منين؟ اللي هي التشارج اللي على الكومبلكس دي هنتكلم عليها بعدين. طيب يبقى كورنيشن نمبر 4 عندي احتمالين، يا اما يكون الشكل الهندسي او الشكل الفرعي بتاع المركب تتراهيدرال او ايه سكوير بلانر. طيب في دماغنا دايما دي كورنيشن نمبر 4 يجي في دماغي حاجتين، يا تتراهيدرال يا سكوير بلانر. كورنيشن نمبر 5، يا اما الكومبلكس ياخد شكل تراجونال باي بيراميدال، يا اما ياخد شكل سكوير بيراميدال. تراجونال باي بيراميدال يعني ثلاثه في مثلث مع بعض كده، ادي المثلث بتاع تراجونال وواحده فوق وواحده تحت عامله هرم وعامله هرم من تحت، عشان كده بقول لها تراجونال باي بيراميدال. سكوير بيراميد يعني الاربعه موجودين مع بعض في مستوى واحد عامل شكل سكوير، وواحده فوق فعامل شكل الايه البيراميد. ده لو كونيشن نمبر كام؟ 5. كونيشن نمبر 6، كونيشن نمبر 6 فيه ثلاث احتمالات، يا اما ياخد شكل الايه الاوكتاهيدرال، الاوكتاهيدرال دول الاربعه في مستوى واحد واحده فوق وواحده تحت، يا اما ياخد شكل تراجونال بريزم. التراجونال بريزم دوت عامل كده مثلث مع بعضه فوق كده، تمام، ومثلث تاني تحته بالشكل ده كده، تمام، والميتال في النص بين الايه بين المثلث اللي فوق والمثلث اللي تحت. فهنا برضو في كام رابطه، ادي الميتال عامل رابطه فوق اهي، ادي رابطه رقم واحد، هنا دي الرابطه الاولانيه، وهنا دي الرابطه الثانيه، وطبعا هنا في رابطه
التالتة مع اللي فوق ديت، وفي تلاتة زيهم تحت، يبقى كده كوميشن نمبر 6 ديت راجنر بهذا الرزق. يا اما بلانر هيكساجونال اللي هو ايه الشكل الثلاثي اللي هو شبه حلقة البنزين كده، والستة في ايه في الكورن، الست روابط كل ليجند اخد كورنر من الايه من السكس كورنرز بتاع الشكل الايه الهكساجونال، الستة في نفس البلين، عشان كده بيقولوا عليه بلانر هكساجونال اللي هو الشكل الايه الثلاثي ده الاوكتاهيدرال. في طبعا كورنيشن نمبر 7، في كورنيشن نمبر 8، في كورنيشن نمبر ايه 9 وهكذا. بس انا اللي يهمني حاجه، ايه تعريف الكورنيشن نمبر؟ تمام، اللي هو عدد الروابط او عدد اللون بيرز اللي بين الميتال والليجند، او عدد اللون بيرز اللي عامله روابط مع الميتال، ده اول حاجه. الكورنيشن نمبر اللي نركز عليهم دايما هم الكورنيشن نمبر 4 اند 6. 4 ده اللي هو ايه يا شباب؟ اللي هو احتمال يا ايه يا تترا يا سكوير بلانر. 6 دوت اللي هو احتمال ايه؟ يا اما يكون اوكتاهيدرال، يا اما يكون تراجونال بريزم، يا اما يكون بلانر هيكسان. ايه الباقي دوت؟ جاست فور ريدنج، جاست فور ريدنج. طيب الجدول ده كده تجميع للكلام اللي هو علاقه الكورنيشن نمبر ايه بالجيومتري اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه، وبعض الامثله قرايه بس مش اكتر. طيب نتكلم على نقطه كمان، التشارج اللي على الكومبلكس، الشحنه اللي بتظهر على الكومبلكس. ساعات الاقي الكومبلكس يحط عليه بوزيتيف تشارج بلس 2 بلس 3 اند سو اون، ساعات يحط عليه نيجاتيف تشارج، ساعات ما يحطوش عليه تشارج خالص. طيب لما يكون الكومبلكس عليه بوزيتيف تشارج يبقى ده كاتيونيك كومبلكس، يبقى الكومبلكس كاتيونيك. طالما الكومبلكس عليه بوزيتيف تشارج يبقى الكاونتر ايون ده هيكون ايه؟ انايون، اكيد الجزء السلبي يكمله. لو الكومبلكس عليه نيجاتيف تشارج يبقى ده انيونيك كومبلكس، يبقى غالبا الكاونتر ايون هيكون ها كاتايون، مظبوط. لو الكومبلكس معلوش تشارج يبقى ده معناه ان ده نيوترال كومبلكس ومفيش كاونتر ايون. هنشوف كده ايه بالتفصيل. طب التشارج اللي على الكومبلكس دي بنعرفها ازاي؟ بنجمع التشارج بتاعت الميتال والليجند. طب حضرتك هتديني التشارج بتاعت الميتال؟ اه هديك التشارج بتاعت الميتال، تمام. طب هتديني التشارج بتاع الليجند؟ لا، لو اديتك التشارج بتاع الميتال مش هديك الليجند، لو اديتك الليجند مش هديك الميتال، يعني هديك واحده منهم والتانيه عليك. ازاي؟ نشوف مثلا الايه المركب ده. المركب الاولاني اللي قدامنا دوت اللي هو الكومبلكس ده كده هنلاقي عباره عن ايه؟ عباره عن كوبالت، تمام. الكوبالت التشارج بتاعته بكام؟ ببلس 3. انا مثلا اديتها لك يبقى الكوبالت بلس 3. طب الامونيا شحنتها كام؟ الامونيا دي بقى معلومتك، الامونيا دي متعادله ولا سالبه؟ متعادله، تمام. يبقى شحنتها بكام؟ بزيرو. طب في كام ليجند هنا؟ في 6 امونيا، 6 بصفر، 6 دي عدد الليجند، 0 دي اللي هي شحنه الامونيا بزيرو. يبقى اجمع الزيرو مع بلس 3، الزيرو دي ايه؟ شحنه كل الليجند اللي هم ال 6 امونيا، والثلاثه دي شحنه الايه؟ الكوبالت. نجمعهم على بعض يبقى زيرو زائد 3 يبقى زائد 3، تظهر على الكومبلكس يبقى شحنته هنا زائد 3. طب ناخد مثال تاني، المركب اللي جنبه اللي هو ده كده، تمام؟ المركب ده نيكل وانا هديك النيكل ببلس 2، تمام؟ طب والكلور مش هديها لك، الكلور بكام؟ الكلور بيتكتب سي ال نيجاتيف، يبقى الكلور عليه ماينس 1، دول كام كلور؟ 4 في ناقص 1، 4 عدد الليجن ناقص 1 شحنة الكلور الواحدة، يبقى ناقص 4. اجمع الأربعة مع ناقص مع بلس 2 يبقى ناقص 2، يبقى الكومبلكس عليه إيه؟ ماينس 2. يبقى الكومبلكس بتاع النيكل ده أنيونيك كومبلكس، يبقى المفروض يكملوا ايه؟ كاونتر ايون من النوع الموجب، يبقى كاونتر ايون بوزيتيف كاتايون يعني. طب والكومبلكس هنا اللي هو بتاع الكوبالت ده كاتيونيك كومبلكس، يبقى اللي هيكملوا كاونتر ايون يكون ايه؟ انايون، كلور، بروم، سلفيت، ايا كان. طب نوسع الكومبلكس اللي تحت هنا ده، البلاتينم هديهولك ببلس 2 مفيهوش مشكله. طب والكلور؟ لا الكلور انا مش هديهولك، الكلور اتفقنا قبل كده بماينس 1، دول كام كلور؟ 2، يبقى ناقص 2، تمام. طب والامونيا متعادله، يبقى 2 في 0 ب0، اجمع 2 في 0 ب0، وهنا ماينس 2 هنا بلس 2، يبقى المحصله 0، يبقى الكومبلكس ده عليه ايه؟ 0، يبقى ده نيوترال كومبلكس. ونلاحظ حاجه، الكومبلكس لما يكون نيوترال ما بنكتبش عليه شحنه، يعني لو انا ما كتبتلكش شحنه على الكومبلكس يبقى ده معناه تعرف ان هو نيوترال، يعني الرقم اللي ده 0 مش 1. ما كتبتش حاجه فوق الكومبلكس من فوق يبقى الكومبلكس مش مشحون، مش مشحون مش معناه رقم 1. لو هو 1، لو هو كان 1، لو كان قصدي 1 كنت هكتب يا بص يا نيجاتيف، انما اكتبه من غير شحنه فوق معناه ان الرقم اللي فوق ده 0، يعني الكومبلكس متعادل نيوترال. طيب نشوف كذا مثال اهو قدامنا. المثال الاولاني ادي كبر امونيا سلفيت، تمام. طب يفترض العكس، يعني ايه العكس؟ يعني نفترض ان انا جيت طلبت منك ايه شحنه الايه الكبر، وانا ما اعرفش الكبر ايه كام، بالعكس ده انا عايز اعرف ايه الكبر شحنته كام مجهوله، وكتبت لك الكومبلكس ده بالشكل ده، تعمل ايه؟ تبص على المركب بتاعك تبتدي تقسمه، تقسمه لايه؟ للجزء بتاع الكومبلكس اهو، تمام، والجزء بتاع الكاونتر ايون اهو، تمام. نفس القصه هنا، ادي هنا بقى الكاونتر ايون اهو، وادي الكومبلكس اللي بين القوسين اهو، تمام. ونسيب المثال الاخر ده شويه.
طيب الصلفيت معروفه ايه؟ معروف ان الاكسيشن ستيت بتاعت الصلفيت او الفالنسي بتاعت الصلفيت ماينس 2، يبقى ده معناه ان الجزء الموجب في المركب اللي هو الكومبلكس هنا بلس 2. يبقى الاول بدات بايه؟ بالكاونتر ايون. الكاونتر ايون كام؟ ماينس 2. يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان الصلفيت ماينس 2 يبقى الكومبلكس عليه بلس 2. اقوم راجع بقى للكومبلكس، يبقى البلس 2 دي جت منين يا اولاد؟ يقول لي دي كانت مجموعه الاربعه امونيا مع الكبر. طب الامونيا بكام؟ الامونيا متعادله، يبقى دي كانت 4 في 0. تمام؟ طب الاربعه في 0 اجمعها على كام؟ عشان يطلع اللي هي 4 في 0 يعني في 0، اجمعها على كام عشان يطلع المجموع ايه؟ بتاع الاثنين دول كده ايه؟ بلس 2 اللي هي ظاهره على ايه؟ الكومبلكس من فوق. اجمعها ازاي؟ ايه بقى 4 في 0. ليه 0؟ عشان الامونيا متعادله. طب الكبر بكام؟ انا بتخيل ان انا ما اعرفهاش. تمام؟ امال ايه اللي انا عارفه؟ اللي انا عارفه حاجتين، الصلفيت على ماينس 2 دي معلوماتي. طب عرفت منين ان الكومبلكس عليه بلس 2؟ ما هو طالما دوت الكاونتر ايون بتاعه ماينس 2 يبقى الجزء الثاني اكيد بلس 2. تمام؟ طب الامونيا بكام؟ ب0 ب4 ب0. طب والكبر بكام؟ مجهوله، اعتبرتها ايه؟ علامه استفهام كده مجهوله. المفروض لما اجمع الامونيا مع الكبر يطلع المحصله اللي ظهر على الكومبلكس اللي هي زائد 2، يبقى اكيد الكبر هنا كان ايه؟ كان بلس 2. تمام؟ طب ناخد المثال الثاني، المركب اللي قدامي دوت، تمام؟ بوتاسيوم وبعدين افتح قوس كوبالت سي ال 6. طب انا عايز اعرف هنا، عايز اعرف الكوبالت عرفته ازاي ان هو زائد 3؟ تمام؟ يعني مش عايز اعرف شحنه الكومبلكس، لا ده انا عايز اعرف شحنه الميتال كام، عرفت ازاي ان الرقم ده ايه زائد 3؟ طب ده بوتاسيوم، هو الكاونتر ايون، الكومبلكس بره اهو. طب البوتاسيوم ده معروف تكافؤه كام؟ البوتاسيوم ده زي الصوديوم في نفس المجموعه يعني احاد التكافؤ. كام بوتاسيوم دول؟ يبقى دول 3 بوتاسيوم، يبقى الجزء بتاع البوتاسيوم ده بلس 3. يبقى الجزء بتاع الكومبلكس ده كده زي ما احنا شايفين كده، الشحنه اللي عليه ناقص ايه؟ 3، مكتوب عليها اهي حتى اللي هي بالاحمر دي ناقص 3. تمام؟ يبقى شحنة الكومبلكس كام؟ ماينس 3 اللي مكتوب بالاحمر دي وانا كتبتها دلوقتي بالايد. طب عايزين نعرف الكوبالت بكام؟ كلور كام شحنته؟ ناقص 1. يبقى الكلور هنا، الكلور هنا بناقص ايه؟ بناقص 6، صح؟ المفروض اجمعه على كام؟ اللي هي شحنة ايه؟ كام دي اللي هي ايه؟ اقصد بيها شحنة الايه؟ الكوبالت، عشان تطلع المحصلة كام؟ ناقص ايه؟ ناقص 3. اجمعه على كام عشان تطلع المحصلة ناقص ايه؟ ناقص 3. يبقى ناقص 6 زائد كام؟ تبقى ناقص 3، اكيد زائد 3. يبقى الكوبالت فعلا ايه؟ زي ما اتفقنا زائد 3. طب المثال الاخير اللي هو بتاع ايه؟ البلاتينم، كاتب شحنه هنا، كاتب حاجه، يبقى انا اقصد ايه؟ يبقى انا اقصد ان دي 0. الامونيا بكام؟ 2 في 0. كلور بكام؟ 2 في ناقص 1. طب انا ما اعرفش البلاتين كام، صح ولا لا؟ دي بكام؟ دي ب0. تمام؟ زائد كام؟ زائد دي بكام؟ اللي هي الكلور بناقص 2. المفروض لما اجمع عليهم ايه؟ البلاتين، الاكسيشن ستيت يعني بتاعت البلاتين او شحنة البلاتين، يطلع المحصلة، يطلع المحصلة بتاعت دول 0. يبقى البلاتين بكام؟ ببساطة شديدة دي ناقص 2 ودي 0. يبقى اكيد البلاتين بكام؟ اكيد البلاتين طبعا بايه؟ ببلس ايه؟ ببلس 2، ثنائي التكافؤ ببساطة شديدة. طيب نخش بقى على الجزء التالت، عملية بسيطة جدا مفيهاش حفظ خالص، تفهم معنى الكلام، ما تجيش في الامتحان حاجة اسمها عرف كذا، اكتب معنى كذا، لا افهم الكلام. الجزء التالت هنتكلم فيه بقى على ايه؟ تسمية الكومبلكس. طب لما نيجي نسمي الكومبلكس ببساطة شديدة، انت مش مطلوب منك تحفظ القواعد، تطبق القواعد، لان هيجيب لك مركب لما يقول لك سميه، لما يجيب لك الاسم ويقول لك اكتب لي الاستراكشر بتاعه. تمام؟ بس نتفق على حاجه الاول، ماشي؟ الرولز دي تقراها، انا يهمني التطبيق، ما يهمنيش الرولز في حاجه، ما يهمنيش ان الرولز بتقول 1 2 3. اقرا الرولز براحتك، لا برضه زي ما اتفقنا موجوده في البي دي اف، بس ايه؟ نتفق ايه؟ على حاجه، ان في لازم حاجه نحفظها اللي هي اسماء الايه؟ اسماء الليجند. تمام؟ اوكي؟ سواء الليجند كانت نيجاتيف او ليجند نيوترال، دي نحفظها، اوكي؟ دي معلش بقى دي عليكم، يعني اصل دي ما فيهاش ايه حاجه تتشرح، دي حضرتك لازم تحفظ اسم الايه؟ اسم الليجند. تمام؟ فانا هبدا بالايه؟ بالامثله. بصوا يا شباب، نبتدي بس نتكلم ايه؟ واحده واحده كده. دلوقتي مثلا لما يكون اقول لك اكتب لي ايه؟ رمز الايه؟ الصوديوم كلورايد. بقول لك كده اكتب لي رمز الصوديوم كلورايد، وكاتب ايه؟ NaCl، صح؟ NaCl
NaCl. طب لو انا كتبت لك NaCl وقلت لك اقرا لي اسمه ايه، هتقول لي صوديوم كلورايد. دي اول قاعده انت عملتها على فكره من غير ما تاخد بالك. صوديوم كلورايد ده عباره عن ايه؟ عباره عن كاتاين وانين. انت الكاتاين مكتوب الاول على الشمال والانين على اليمين، صح؟ NaCl. طب انت لما جيت سميت ايه؟ قلت صوديوم كلورايد. سميت مين الاول؟ سميت الكاتاين قبل الانين. ادي اول حاجه احنا دايما نعملها لما نيجي نسمي مركب انورجانيك، نسمي مركب جزئين كاتاين وانين، نسمي الكاتاين قبل ما نسمي الانين ايا كان هو ايه. طب لو انا جيت قلت لك Na2CO3، Na2CO3 هنسميها ايه؟ ها Na2CO3 هتقول عليها ايه؟ هتقول عليها صوديوم كربونيت، ولا هتقول داي صوديوم كربونيت؟ ها اسمها ايه؟ Na2CO3 اسمها صوديوم كربونيت. سمينا الكاتاين قبل الانين without counting. يعني without counting يعني حضرتك ما عدتش الصوديوم، قلت صوديوم كربونيت. سميت الكاتاين اللي هو الصوديوم قبل الانين اللي هو الكربونيت من غير ما تعد الصوديوم. ادي القاعده الثانيه، سمي الكاتاين قبل الانين without counting من غير ما تعد، تمام. طب النقطه الثالثه ايه هي؟ لو انا مثلا قلت لك AlCl3، سميه، هتقول ايه؟ Al اللي هو الالومنيوم، Cl3 اللي هو ايه؟ كلورايد. هتقول الومنيوم كلورايد ولا هتقول الومنيوم تراي كلورايد؟ لا، هنقول الومنيوم كلورايد. سميت مين الاول الالومنيوم؟ الكاتاين قبل الانين اللي هو كلورايد without counting. يبقى بتسمي الكاتاين قبل الانين من غير ما تعد، من غير ما تعد، واضحه؟ كاتاين قبل الانين من غير ما تعد، الكاتاين قبل الانين من غير ما تعد. صوديوم كلورايد ده واحد وده واحد، فما كانتش واضح حته الكاونينج دي. لما جينا قلنا صوديوم كربونيت ليه Na2CO3، سمينا الصوديوم الاول قلنا صوديوم كربونيت من غير ما اعد الصوديوم، من غير ما يقول ان في 2 صوديوم. لما جيت اقول الومنيوم كلورايد اللي هو AlCl3 قلت الومنيوم كلورايد مش الومنيوم تراي كلورايد. هنطبق القواعد دي على الكومبلكسز بالظبط. يعني ايه؟ يعني لما يجي لي كومبلكس لو كان فيه كاتاين وانين اقسمه نصين، ماشي، نص يمين ونص شمال. النص الشمال دايما الكاتاين اللي هيتسمى الاول، النص اليمين هو الانين اللي هيتسمى الاخر. طلع بقى النص الشمال هو الكومبلكس، طلع ما طلعش الكومبلكس، وطلع النص اليمين هو الكومبلكس، مش ده موضوعي. انا هسمي دايما الجزء اليمين اللي هو الكاتاين قبل الانين لما يكون عندي كاتاين وانين، تمام. نشوف مثلا مثال قدامنا كده ونتبع بقى القواعد بتاعه تسميه اسماء الليجند. طيب نبص على الكومبلكس ده مثلا ونطبق عليه كل رولز. فين الكومبلكس بتاع؟ ادي الكومبلكس بتاعه، هقسمه حتتين، تمام. انسى الاسم اللي جايبه ده ونشتغل عليه واحده واحده. فين الكاتايون اللي على الشمال طلع الكومبلكس؟ فين الانين اللي على اليمين اللي هو الكلورايد؟ دول كام كلور؟ دول كام كلور؟ 3. يبقى الكلور هنا عليهم ناقص 3. ناقص 3 دي جت منين؟ يبقى الكلور بناقص 1، يبقى 3 بناقص 3. ده الكاونتر ايون. فين الكومبلكس اللي هو الكوبالت ومعاه الامونيا؟ يبقى الكومبلكس ده اكيد عليه شحنه كام؟ بلس ايه؟ ب3. بتاعت مين الشحنه دي؟ بتاعت الكومبلكس. يبقى الكلورايد ماينس 3، الكومبلكس ككل على بعضه عليه ايه؟ بلس 3. طيب تمام. ايه تاني خطوه اعملها؟ يبقى انا كده الاول قسمت المركب شقين كاتاين والانين، وبعدين حددت التشارج اللي موجوده على الكاونتر اين، ومنها عرفت التشارج اللي موجوده على الكومبلكس. طب الخطوة التانية أعمل إيه؟ الخطوة التانية عايزين نعرف الكوبالت اللي هنا الأوكسيديشن ستيت بتاعته كام؟ عشان هنحتاجها في التسمية. كوبالت كام؟ هل ده كوبالت ثنائي؟ هل ده كوبالت ثلاثي ولا إيه؟ أعرفها إزاي؟ زي ما اتفقنا من شوية، تمام؟ دول كام أمونيا؟ دول 6 أمونيا، والأمونيا شحنتها كام؟ أمونيا متعادلة، يبقى شحنتها زيرو، 6 بزيرو بزيرو. المفروض لما أجمع شحنة الأمونيا اللي هي الليجند مع شحنة الكوبالت اللي هو الميتال يجي يطلع مجموعهم هي التشارج بتاعت الكومبلكس اللي هي زي التلاتة. يعني المفروض المجمع الايه؟ الكوبالت، شحنة الكوبالت مع ايه؟ مع شحنة الايه؟ الستة أمونيا، تمام، يطلع مجموع ايه؟ الشحنات ديت بكام؟ بماينس 3 ولا ببلس 3؟ ها؟ ببلاس 3 شحنة الكومبلكس. السؤال الكوبالت تبقى بكام؟ طب الأمونيا بكام؟ الأمونيا 6 بزيرو بزيرو. يبقى معنى كده إن الكوبالت بكام؟ يبقى الكوبالت بتاعي أكيد هو كوبالت إيه؟ ثلاثي، تمام؟ طب أما أجي أسمي، القاعدة بتقول إيه بقى الأول؟ نرجع للتسمية، هنسمي مين الأول؟ الحتة الموجبة ولا السالبة؟ لا، يقول لي سمي الحتة الموجبة اللي هي جت على الشمال دايماً اللي هي الكاتاين اللي هو الكومبلكس. يقول لي لما تيجي تسمي الكومبلكس تسمي الليجند قبل الميتال وتعد الليجند.
يعني الحاجة الوحيدة اللي بتتعدي هي مين؟ هي الليجند. كاونتر ايون في كام واحدة بره؟ كلور ما يتعدش. تمام؟ خلينا الأول في الكومبليكس، كومبليكس كوبالت حوالي 6 أمونيا. مين اللي يتسمى الأول؟ يقول لي تسمي الأول إيه؟ الليجند وتعدهم. طب الليجند اسمه إيه؟ اسمه أمين. إيه؟ إم إم أي إن إي. ارجع للسلايد اللي فاتت تلاقي فيه اسم الليجند، لو تيجوا احفظوه. طيب كام ليجند دول؟ 6. يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه هيكسا. هيكسا ده إيه؟ اسم عدد الليجند. الليجند اسمه ايه؟ اسمه امين، يبقى هيكسامين. يبقى انا كده سميت الامونيا الاول هيكسامين. خلصنا، نخش على الميتال. الميتال اسمه ايه؟ الميتال ليه طريقتين في التسميه. ده الميتال ده اسمه كوبالت، تمام؟ ده اسمه العادي، اسمه كوبالت، تمام؟ فالكوبالت دوت يا اما اقول عليه كوبالت يا اما اقول عليه كوبالتيت. يا كوبالت يا كوبالتيت. امتى اقول عليه كوبالتيت؟ لو كان الكومبليكس، فين الكومبلكس اللي هو بين القوسين؟ عليه شحنه نيجاتيف. كومبلكس بقول عليه شحنه نيجاتيف. فين الكومبلكس اللي هو الكوبالت مع الامونيا؟ عليه شحنه كام؟ عليه بلس 3. تمام؟ كومبلكس كمان مره عليه شحنه كام؟ عليه بلس 3. عليه بلس 3، بلس 3 مش ماينس 3. لو كومبلكس عليه شحنه نيجاتيف اقول عليه كوبالتيت، معلوش شحنه نيجاتيف يعني عليه موجب او زيرو اقول عليه كوبالت زي ما هو. يبقى انا سميت الاول الليجند، خلصت الليجند بتاعي، رحت داخل على الميتال. الميتال اسمه ايه؟ يا كوبالت يا كوبالتيت، يبقى اسمه كوبالت. طب كوبالت كام؟ الاكسيديشن ستيت بتاعت الكوبالت كام؟ تكافؤه كام؟ انا لسه حاسبها من شويه اهي، التكافؤ بتاع الكوبالت اهو بلس 3. اقوم كاتب 3، بس 3 ما تتكتبش برقم بلس 3، يعني ما نكتبش بلس 3 كده. بلس 3 تتكتب بالطريقه الرومانيه اللي هي تتكتب كده، رومان نمبر، ثلاث شرط كده. ده الاكسيديشن ستيت بتاعتي الميتال بتاعي. ده لما اجي اكتب الكوبالت اكتبه كوبالت 3، اكتبه بالشكل ده كده. كده انا خلصت الكومبلكس. خلصت الكومبلكس، ادي هيكسامين، هيكسامين كوبالت 3. خلصت الكومبلكس، اخش على اللي بره بقى. اللي بره ده اللي هو ايه؟ الكاونتر ايون. في هنا كده في الحته دي كده انا سايب سبيس، السبيس دوت اللي هو يفرق الكاتايون عن الايه؟ عن الانايون. مين الانايون؟ الكلورايد. ما يتعدش، اتفقنا لما كنت بقول الومنيوم كلورايد اي ال سي ال 3 بقول الومنيوم كلورايد، ما كنتش بعد الكلورايد. اللي بيتعدي الوحيد هو الليجند اللي بين القوسين بتوع الكومبليكس، اي حاجه ثانيه ما تتعدش. اللي بره ده ايه؟ كلورايد. كاني بقول الومنيوم كلورايد، بقول صوديوم كلورايد ببساطه شديده. طب ناخد ايه؟ المثال اللي تحته. المثال اللي تحته دوت فين الاناين وفين الكاتاين؟ هنقوم قاسمينه حتتين بالشكل ده كده، ادي الاناين وادي الكاتاين. دي ايه؟ مجموعه ايه؟ سلفيت. السلفيت شحنتها كام؟ ماينس 2. تمام؟ طب وال يبقى الكومبلكس شحنته كام؟ بلس 2. طب الامونيا بكام؟ الامونيا زي ما اتفقنا بزيرو. كبر بكام؟ هو ده السؤال. يبقى الكبر بايه؟ عشان المفروض لما اجمع الكبر مع الزيرو يطلع بلس 2 اللي على الكومبلكس، يبقى اكيد الكبر هنا ببلس 2. يبقى اكيد الكبر هنا لو حسبنا الكبر هنلاقي الكبر شحنته ايه؟ بلس 2. في طبعا واحد هيجي يفكر الشيطان يلعب في نبوه يقول لي دي ده دايما شحنه الميتال هي شحنه الكومبلكس. لا ده غير صحيح، ده صدفه معايا، ده صدفه. احسب عادي زي ما انا بشرح لك كده. يبقى احنا الاول شفنا الكاونتر اين عليه ماينس 2، يبقى الكومبلكس عليه بلس 2. الامونيا بزيرو، يبقى المفروض الزيرو اجمعها مع الامونيا مع الكبر تطلع بلس 2، يطلع الكبر هنا ببلس 2. تمام. لما نيجي نسمي فين الكومبلكس؟ برده نفس المثال اللي فات على فكره، هو الجزء اللي موجود على ايه؟ الشمال، اللي هو والكاونتر اين هو السلفيت اللي بره. تمام، سيبك من السلفيت بقى، هنسمي الجزء اللي على الشمال اللي هو الكومبلكس اللي هو الايه؟ اللي هو الكاتايون الاول. فين الليجند؟ فين الليجند؟ ادي الليجند اللي عندي اهو. فين الليجند؟ امونيا. في كام امونيا؟ في 4 امونيا. يبقى ده معناه ايه؟ تترا. والليجند اسمه ايه؟ تترا امين، تترا امين. تمام كده. طب وبعدين ايه الميتال؟ الميتال اسمه كبر. لو رجعت الاسماء الليج الميتال في الجدول اللي احنا سيبته وعديت عليه في السلايد اللي فات دوت اللي قلت هيبقى حفظ، هتلاقي الكبر ليه طريقتين بيسمى بيهم، يا اما بيقولوا عليه كبر يا اما بيقولوا عليه كيوبريت. امتى اقول عليه كيوبريت؟ اللي هي 8 دي، ارجع للمثال اللي فات، لو الكومبلكس عليه نيجاتيف تشارج يبقى اسمه كيوبريت، لو الكومبلكس عليه بوزيتيف تشارج او زيرو اقول عليه كبر زي ما هو. فين الكومبلكس؟ الكومبلكس كبر ان اتش 3 باي 4، وادي الشحنه اللي عليه بلس 2، عليه شحنه موجبه، يبقى الكبر اسمه كبر زي ما هو. عشان كده قلنا تترا مين كبر. طيب وبعد كده كبر كتبنا الاكسجين ستيت بتاعت الميتال. الاكسجين ستيت كام بتاعت الميتال؟ 2. يبقى قلنا كبر 2، لان يعني انا قلت لكم من شويه ان الاكسجين ستيت بتاعت الميتال اللي هي في الحاله ديت كانت كبر، تتكتب بالطريقه الايه؟ الرومانيه، الرومان نمبر،
اللي هي ايه تو بالشكل ده كده، يبقى كبر تو بالشكل ده ببساطة شديدة. طب ناخد كمان ايه مثال، ناخد كمان مثال نعكس بقى. شايفين المركب مثلا اللي انا كاتبه ده كده بالشكل ده، فين الكاونتر ايون وفين الكومبلكس؟ او جاي اسمه بالشكل ده كده اهو، فين الكاونتر ايون؟ البوتاسيوم. الكومبلكس الناحية التانية بقى، عكست اللي فات. طب هنا اللي فين الكاونتر ايون؟ بوتاسيوم. البوتاسيوم ده زي ما قلت لكم شبه ايه؟ شبه الصوديوم، تكافؤ احادي. يبقى الجزء ده كده بايه؟ ها ببلس ايه 3، يبقى الجزء ده ايه بماينس ايه 3، يبقى الكومبلكس عليه نيجاتيف 3. طب ادي اول خطوه عملتها. الخطوه الثانيه عايزين نعرف الكوبالت بكام، الكوبالت بكام، الكوبالت الاكسيديشن ستيت بتاعته بكام؟ تمام، زائد كام؟ عايزين نعرف عليه هو ايه زائد كام الكوبالت، عشان نعرف الكوبالت لازم نعرف الساينايد. طب الساينايد لما نبص للليجند اللي فاتوا هنلاقي الساينايد هي متصنفه انها ايه نيجاتيف ليجند وعليها ماينس 1 واسمها سيانو على فكره لما نبص على الجدول بتاع اسماء الليجند. طيب هنا دول كام ساينايد؟ 6، يعني دول بماينس 6. طب نجمع عليهم الكوبالت عشان يطلع ناقص 3، يبقى اكيد الكوبالت بكام؟ بكام الكوبالت بكام؟ هيبقى بكام؟ اكيد بزائد 3، عشان لما اجمع زائد 3 بتاعت الكوبالت مع الناقص 6 بتاعت الساينايد يدوني الاتنين مع بعض ايه ناقص 3 اللي ظهر على المركب. تمام. طيب يبقى هنا الكوبالت اكيد ثلاثي التكافؤ، يبقى انا استنتجت هنا لما جمعت مجموع شحنات الكوبالت والستة ايه ساينايد، ساينايد، ان الكوبالت اللي عندي ده كوبالت ايه بلس 3. طب نسمي، قاعدة بتقول نسمي مين الأول؟ يقول بيسمي الكاتاين قبل الأناين بصرف النظر هو مين الكومبلكس اللي فيه، ومين الكاتاين هنا طلع الكاونتر أيون، ما بنعدش الكاونتر أيون، قلت اللي بيتعدى بس هو الليجن. يعني نقول هنا بوتاسيوم مش تراي بوتاسيوم، ونسيب سبيس صغير بين الكاتاين والأناين، نخش على الكومبلكس، فين الليجن اللي في الكومبلكس؟ الساينايد، كام واحد؟ 6، يبقى اسمه هيكس. الساينايد اسمه ايه كليجند؟ اسمه سيان، يبقى هيكسا سيانو، الليجند عديته. سميته وعديته هيكسا سيانو. خلصنا، نخش على الكوبالت. الكوبالت ليه طريقتين، يا اما اقول عليه كوبالت يا اما اقول عليه كوبالتيت، يا كوبالت يا كوبالتيت. امتى اقول عليه كوبالت وامتى اقول عليه كوبالتيت؟ كوبالتيت لو الكومبلكس عليه نيجاتيف تشارج، كوبالت لو الكومبلكس عليه بوزيتيف او زيرو. فين الكومبلكس اللي هو بين القوسين؟ كوبالت في ان 6 عليه تشارج كام؟ الكومبلكس دوت عليه تشارج ناقص 3، يبقى الكومبلكس عليه نيجاتيف ايه؟ تشارج، نيجاتيف تشارج، يبقى ده معناه اقول عليه كوبالتيت. طب الكوبالت اللي عندي شحنته كام؟ زائد 3، يبقى اكتب 3 ان رومان نمبر، يبقى كوبالتيت 3. تمام؟ اسيب لكم الايه المثال اللي تحته نفس الايه الفكره. طيب ناخد ايه مثال تاني. المثال اللي قدامي دوت صوديوم بلاتينم في ال 3 ان اتش 3، هنمشي على نفس الرولز. هنقسم المركب حتتين، ادي الايه الكاونتر اين اللي هو الكاتاين، طلعت صوديوم بلس 1، يبقى الكومبلكس كله ماينس 1. الامونيا بكام؟ بزيرو. كلور بكام؟ دول 3 بماينس 3. تمام، يبقى البلاتين بكام؟ يبقى البلاتين بكام؟ اكيد البلاتين هنا ببلس ايه بلس 2 عشان يطلع على الكومبلكس المجمع 0 زائد ماينس 3 زائد 2، يطلع المحصله بتاعتهم اللي ظهر على الكومبلكس اللي هي ايه ماينس 1. طيب هنسمي مين الاول؟ هنسمي الكاتاين الاول. مين الكاتاين هنا؟ اللي هو ايه الصوديوم. اقول ايه صوديوم اهو، ادي اول حاجه صوديوم، وهتلاحظ اول حرف مكتوب كابيتال لتر، وبعدين سيبت ايه سبيس بينهم. خش بقى على ايه على الكومبلكس. الكومبلكس فيه ليجند امونيا وفي ليجند كلور، والميتال هو البلاتينم. في ليجند امونيا وفي ليجند كلور والميتال هو البلاتينم. اتفقنا قبل كده القاعده بتقول ان انا اسمي الليجند قبل الميتال. مين الليجند اللي هنا؟ في نوعين، في امونيا وفي كلور. طب نسميهم ازاي؟ يقول لي سميهم الفابيتك. يعني ايه الفابيتك؟ يعني الامونيا اسمها امين فاولها حرف الايه، كلور اسمها كلور كلورو فاولها حرف السي، الايه تبدا تسبق السي في الترتيب الابجدي.
يبقى ده معناه نسمي مين الاول، نسمي الامونيا اللي في قبل ابقى كلمه امين ايه كلورو في. طيب يبقى هسمي الامونيا الاول. طب الامونيا فيها كام واحد؟ هو ليجند واحد، فمش هعد اقول امين بس، تمام كده. يبقى انا قلت ايه امين، خلصت الامونيا اللي هو الليجند الاولاني بعد ما رتبته الفابيتك بالنسبه للكلور. مين الليجند الثاني؟ الكلور اسمه كلورو. كام ليجند؟ ثلاثه، يبقى تراي كلورو، لان دول ثلاثه تراي، هو اسمه كلورو. خلصنا الليجند امين سبق الكلور، عشان الامين في اوله ايه والكلور في اوله سي، والايه بتسبق السي الفابيتك. لما جيت قلت الامين ده واحد، فقلت امين بس، تمام. كلورو كام واحد؟ ثلاثة، قلت تراي كلورو. كده انا سميت الليجند ورتبتهم، رتبتهم حسب ايه الفابيتك. طب خلصت، اخش على الميتال. مين الميتال؟ البلاتين. البلاتين ليه طريقتين، يا اما اقول بلاتينم يا اما اقول بلاتينيت. ابص على الكومبلكس اللي بين القوسين عليه شحنه نيجاتيف بلاتينيت، من الاخر عليه بوزيتيف او زيرو يبقى بلاتينم، يبقى عليه شحنه ايه هنا ناقص واحد فوق اهي، يبقى ده اسمه ايه؟ ها بلاتينيت. طب بلاتينيت البلاتينم اللي عندي في الكومبلكس ده اللي هي الاوكسيديشن ستيت بتاعته اللي انا حسبتها قبل ما ابدا التسميه، كان بلاتينم كام؟ ها كان بلاتينم 2 صح كده. عشان كده لما جيت كتبت الاوكسيديشن ستيت بتاعت البلاتينم دي كتبتها ايه بالرومان نمبر اللي هي بلاتينم 2 اللي احنا كتبناها كده. هنلاحظ بقى هنا حاجه اللي انا قلت لها قبل كده، الوهم اللي عند بعضكم ان الاوكسيديشن ستيت هي شحنه الكومبلكس. شايفين شحنه الكومبلكس كام؟ ماينس 1، بينما الاوكسيديشن ستيت كام؟ بلس 2. ملهاش علاقه، هي الامثله اللي فاتت كانت بتتشابه مش اكتر، تمام. يبقى دايما لما يجي لي نوعين من الليجند مختلفين بصرف النظر هما نيجاتيف او نيوترال اسميهم ارتبهم الفابيتك ببساطه شديده، اوكي. طيب ناخد فكره كمان او مثال كمان، في فكره جديده، نعدي المثال بالتاني اللي هو بتاع البوتاسيوم والكبر برومايد دوت، ونشوف المثال اللي تحته اللي هو بتاع الكوبالت ايثيلين ديامين يود مع ايه؟ مع ميه، تمام. نبص على المركب ده كده، هو فين الكومبلكس وفين الكاونتر اين؟ هنقوم قاسمين المركب من النص هنا اهو ببساطه شديده، تمام. فين الكاونتر اين؟ دي ال NO3. ال NO3 ديت اللي هي الكاونتر ايون، دي اللي هي مجموعه ايه؟ مجموعه النترات، ودي احاديه التكافؤ. دول كام مجموعه؟ 2، يبقى دي كده ناقص 2، يبقى الكومبلكس هنا عليه ايه؟ ها بلس 2، كومبلكس بوزيتيف اهو، تمام. طب انا عايز اعرف الكوبالت هنا بكام؟ الكوبالت هنا بايه؟ الاكسيشن ستيت بتاعته بايه؟ بكام؟ تمام، عايز اعرفها بكام. اما ارجع بقى للكومبلكس بتاعي، هي الميه بكام؟ الميه دي متعادله، يبقى شحنتها زيرو، تمام. طب ده ايه؟ ده يود. اليود بكام؟ اليود بماينس 1، ده يود زي الكلور. طب وده ايه؟ ده اختصار ليجند اسمه ايثيلين ديامين، نوع من انواع الباي دنتيت ليجند والنيوترال ليجند، يعني شحنته بزيرو، تمام. يبقى ده معناه ان شحنات اللي ظاهره جوه الكومبلكس بتاعت الليجند زيرو، وماينس 1 بتاعت اليود زيرو، ولسه كمان الايه؟ ها شحنه الايه؟ الكوبالت مجهوله. الكومبلكس عليه شحنه كام؟ بلس 2. طيب يبقى المفروض لما اجمع زيرو مع ماينس 1، الزيرو بتاعت الميه مع الماينس 1 بتاعت اليود مع الزيرو بتاعت الايثيلين ديامين، تمام، مع الكوبالت، يطلع المجموع زائد 2. يبقى الكوبالت بكام؟ الكوبالت بكام؟ يبقى الكوبالت بكام؟ يبقى الكوبالت اكيد ببلس 3، عشان لما اجمع زائد 3 مع الزيرو مع الناقص 1 مع الزيرو يطلع بلس 2. يبقى الكوبالت اللي هنا كوبالت ثلاثي، تمام. يبقى لما اجي اكتبه في الاسم بالرومان نمبر هيتكتب ايه؟ 3 ان رومان نمبر بالشكل ده كده، اوكي. طيب نرجع للاسم بقى، نسمي المركب بتاعي. لما اجي اسمي المركب بتاعي زي ما اتفقنا اختار الايه؟ الكاتاين قبل الاناين. مين الكاتاين هنا؟ اللي هو طلع الكومبلكس، تمام. ومين الاناين؟ اللي هو ايه؟ مجموعه النيتريت، تمام. هنلاحظ هنا برضو زي ما قلت لكم ان انا قاسم الايه؟ في جزئين اهم مقسومين اهم، تمام. ده كده الايه؟ الكاونتر ايون اللي بيسمى في الاخر اللي هو اسمه نيتريت من غير ما اعد. طب نرجع للكومبلكس، كومبلكس الميتال كوبالت الليجند ايثيلين ديامين يود ميه، تمام. عايزين نسميهم ازاي؟ في تلات انواع من الليجن، نرتبهم الفابيتك. الميه اسمها ايه؟ ها الميه اسمها ايه؟ اسمها اقوى، اقوى فاولها حرف الايه. اليود ايودو، بقوله الاي.
الإيثيلين دايامين اللي هو الإين ده، اختصار إيثيلين دايامين، إين إيثيلين دايامين، فأقوله حرف الإيه؟ الإي. تمام، يبقى مين اللي يتسمى الأول؟ المية أقوى فأقولها الإيه، اليود أو الأيود فأقولها الأي، الإيثيلين دايامين فأقولها حرف الإي، يبقى يتسمى الأول المية الووتر. كم جزء من المية؟ واحد، يبقى اسمها إيه؟ أقوى. تمام، مين يتسمى بعد كده؟ يتسمى بعد كده الإيثيلين داي أمين. إيثيلين إيه؟ داي أمين، إيثيلين داي أمين. تمام كده، مين يتسمى بعد كده؟ يتسمى الأيودو. تمام، بس هنا بقى في حاجة جديدة. إيه هي الجديد؟ إن أنا قبل الإيثيلين داي أمين حطيت بس. إشمعنى؟ وأنا عندي هنا كام جزيء من المية؟ واحد، فقلت أقوى. طب كام جزيء من اليود؟ واحد، فقلت أيودو. إنما كام جزيء من الإيثيلين داي أمين؟ اتنين، فالمفروض كنت قلت داي ايثيلين داي امين. اللي جنب نفسه اسمه ايثيلين داي امين، اسمه كده ايثيلين داي امين. امال ايه الاثنين اللي هحطها في الاول ديت؟ اللي هي داي ايثيلين داي امين، ايثيلين داي امين متكرر مرتين، في اثنين ليجند منه، يبقى اسمه داي ايثيلين داي امين. يقول لي لا، هنا يحصل لخبطه بين حاجتين، انت مستخدم اثنين داي. داي تدل على عدد، اللي انا قلت ايه، بدل ما استخدم فينا كلمه مكتوب عليها ايه، مكتوب كلمه بس، فهي المفروض انا قلت كنت قلت ايه، كنت قلت إيه داي، على اساس ان انا عندي ايه داي ديت اللي هي معناها لما بعد الليجند بقول لي تقابل ايه رقم كام، اتنين، فانا عندي ايثيلين دايامين اتنين، مش كده؟ فكنت متوقع ان انا اقول ايه داي يعني اتنين ايثيلين دايامين. يقول لي لا، الليجند نفسه فيه رقم داي، هو اسمه كده داي، فالداي اللي انت هتسميها للدلاله على العدد الاتنين هيحصل فيها ايه كونفيوجن مع يعني تداخل مع الاتنين بتاعت الاسم الليجند، فيقول لي بعض الليجند اللي يظهر فيها رقم في اسمها زي الايثيلين دايامين مثلا، ماشي، او حاجه اسمها تراي ايثيلين دايامين، هو اسم الليجند كده في كلمه تراي وفي داي كمان، يقول لي عشان ما يحصلش كونفيوجن بين الاثنين لما تيجي تعدي الليجند ديت تقول اثنين، ما تقولش اثنين، تقول بدل كلمه اثنين اللي هي داي تقول مكانها كلمه ايه بس، وبدل مثلا لو انت هتستخدم تراي تقول عليها ايه تريس، وبدل اربعه تترا تقول عليها تتراكس. لو في جدول في الكلام دوت بالكلام دوت اثناء ما ايه ما كنا بنتكلم على ايه الرولز، او اثناء ما انت بتقرا الرولز هتلاقيها. المثال بالاخير بتاع الروثينيوم ده نلغيه، نجرب بقى احنا نفس الكلام على ايه المركبات ديت. تمام، مركب ده صوديوم في بلاتينم في بروم في كلور في امونيا في ان او 2، لان او 2 ديت على فكره من نوع الايه، من النوع اللي قلت عليه امبيدنتيت ليجند، ماشي، وهنا كاتب جنبها ان ليه معايا، هو يقصد بيها ان النيترو داخله بالان. تمام، طب هو عارف منين انها داخله بالان مش داخله بالاو؟ لو انا كتبتها ان او 2 بالشكل ده كده يبقى ده معناه او مايل على الليجند ده ايه نيتريتو، لكن لو انا كنت كتبتها او ان او كده كنت في الحاله ديت هقول عليها ايه نيتريتو بس اقول عليها ايه او مش ان. تمام، نلغي ده برضو، ده معانا ده معانا ده معانا، ده جرب نفسك عليهم يعني، ده معانا نلغي ده ده معانا. بس صعب شويه على الكومبليكس ده بقى اللي هو دوت، عشان ده فيه فكره تانية. المركب ده لو بسيط كده ادي قوسين موجودين اهو، مش كاتب حاجه لا يمين ولا شمال، معناها ايه؟ معنى كده ان مفيش كاونتر ايون، معناه ببساطه شديده ان الشحنه هنا زيرو. تمام، كلور بكام؟ كلور هنا ماينس 4، امونيا بكام؟ الامونيا هنا بزيرو، الشحنه اللي ظاهره هنا كام؟ زيرو، يبقى اكيد البلاتينم ده كام؟ بلاتينم ايه؟ 4. لما اجمع الاربعه بلس 4 مع الزيرو مع الماينس 4 يطلع المجموع ايه؟ زيرو فوق اللي هو نيوترال. فين الكومبلكس؟ بلاتينم امونيا كلور، نسمي ايه؟ نسمي الفابيتيك الامونيا قبل الكلور، كام امونيا؟ 2، يبقى داي امين. كام كلور؟ 4، يبقى تترا كلورو اسم اللي قبل كده. بلاتينم ولا بلاتينيت؟ لا بلاتينم مش بلاتينيت، لان الكومبلكس معلوش نيجاتيف تشارج. بلاتينم رباعي بلس 4 ديت زي ما اتفقنا تتكتب رومان نمبر، تتكتب ايه؟ اي في. كفاية كده الأمثلة دي عليكم. تمام، ويبقى كده انتهى الجزء الايه الأولاني. الجزء التاني إن شاء الله نبتدي نتكلم على ايه السيريز بتاعة الكوردينيشن كومباوندز. شكرا، وإن شاء الله ايه نتقابل على خير.